Project Management Flight Journey. الأربع محاضرات دول إن شاء الله هنبدأ نتكلم فيهم بشكل مبدئي عن إدارة المشروعات، هنفهم فيهم مبادئ مهمة جدا لإدارة المشروعات، مهمة جدا يعني أهم بعد كده من إما تقرأ كتب عن المانجمنت أو تحضر كورسات عن المانجمنت. الأربع محاضرات دول هيدوك شوية مبادئ مهمة جدا للانطلاق بعد كده في علم إدارة المشروعات. فعشان كده أنا مسميها Project Management Flight Journey، لأن إحنا هنبدأ نتعامل مع العلم ده بطريقة تطبيقية، طريقة تطبيقية وطريقة كمان فيها جدية، زي ما رحلة الطيران بتبدأ والطيارة تبدأ تستعد للإقلاع وتبدأ تطير في الجو وبعدين تبدأ تستعد للهبوط، ففي جدية وفي ناس مركزة وفي ناس بتقود الطيارة ديت عشان أي غلطة ممكن تودي بحياة ناس كتير. فنفس الكلام وإحنا شغالين في إدارة المشروعات، اللي بيقود الدفة بتاعت المشروع لازم يكون عنده نفس الجدية ديت ونفس القوة ديت عشان يبدأ يطلع مشروع ناجح. فهنبدأ بقى النهاردة مع بعض نتكلم على النقط المهمة، ومحاضرة النهاردة هتبدأ تتكلم على شوية من المبادئ. طبعا زي ما حضرتكم عارفين الكورس برعاية بيمارابيا وبرعاية بروجاكس، أنا المدير الإقليمي لبروجاكس في اليو كي، منطقة اليو كي، وبروجاكس بتقدم خدمات بروجكت مانجمنت وبروجكت سيرفيسز، بنعمل بلانينج كوست كنترول للشركات وبنعمل كليم مانجمنت، لو في شركة عايزة تعمل كليم عندها ديسبيوت وعندها نزاعات بنقدر نعمل نساعدها في عمل الكليم بريبريشن اند مانجمنت، وعندنا كمان إدارة للكوانتم اند فرنسينج بلاي أناليسز مختصة في التأخيرات وإزاي نعالج التأخيرات في المشاريع، وطبعا بنقدم البروجكت مانجمنت تريننج. إن شاء الله زي ما اتفقنا إن في الكورس ده هيبقى 4 أيام، فيهم هنغطي في أول يوم اللي هو النهاردة مقدمة مهمة جدا فيها شوية إجابات على شوية أسئلة ممكن غالبا مش هتلاقيها في الكتب بشكل مباشر، لأن هي حاجات تطبيقية وحاجات إزاي بنسخر العلم ده بقى في الشغل وإزاي بنستخدم العلم ده كمنهجية في الشغل بتاعنا. فدي هتبقى محاضرة النهاردة نتكلم فيها يعني إيه ميثودولوجي، يعني إيه منهجية، ويعني إيه قيمة المنهجية، ويعني إيه احترافية، يعني إيه ما أقول أنا راجل project management أو project manager professional، يعني إيه راجل professional، إيه معناها، يعني هل هي لقب كده وخلاص ولا ليها معنى وليها أصول. واليوم الثاني هنبدأ نتكلم على إزاي بنعمل تخطيط، طبعا بعد ما الطيارة بتقلع ودي مرحلة نتكلم عليها اسمها مرحلة الانشيشن، بنبدأ نخطط للرحلة بتاعتنا، فدي اسمها planning your project، إذا هنخطط وآلية التخطيط. وبعد كده في اليوم الثالث بقى نتكلم على مرحلة التنفيذ ومرحلة الconstruction، ودي طبعا المرحلة اللي هنبدأ نطلع فيها البرودكت بتاعنا البروجكت بتاعنا للعلن. وبعد كده بنبدأ أثناء التنفيذ وأثناء الconstruction بنبدأ نعمل control، نبدأ نتحكم في كل حاجة بتحصل حوالينا، ودي خطوة أو مرحلة من مراحل مهمة جدا لقيادة المشروع بشكل قوي من الإدارة اللي ماسكة المشروع. وبعد كده نعمل الكلوجر أو نقفل المشروع بتاعنا. فدي هي الـ4 أيام اللي هنتكلم فيهم عن الرحلة بتاعة إدارة المشاريع من البداية للنهاية بشكل، طبعا في حاجات طبعا هنخش فيها في التفصيل، في حاجات نقدر نخش فيها بالتفصيل عشان نضيق الوقت بتاع الكورس، لكن إن شاء الله نحاول أغطي لكم معظم الحاجات المهمة عن الموضوع. طيب تعالوا نبدأ بقى مع بعض، وهنبدأ بشوية تعريفات وشوية حاجات نتكلم فيها عن مبادئ هتفيدنا جدا في الانطلاق في أي علم، مش بس حتى علم البروجكت مانجمنت. فأول حاجة هبدأ بيها
حاجه بيسموها الليرنينج ستيجز. الليرنينج ستيجز هو احنا بنتعلم ازاي؟ دي سؤال ممكن يكون سؤال بديهي، بس العلماء بقى الخبراء بتوع المجالات دي اتحطوا اربع مراحل مهمه جدا لازم نفهمها كلنا، بنمر بيها كلنا واحنا بنتعلم اي شيء في الحياه. اول مرحله في الحقيقه عملوها سموها الانكونسشس انكومبتنسي. الانكونسشس انكومبتنسي هي عباره عن ايه؟ انت بتيجي تعمل حاجه ممكن تكون الحاجه دي تعرفها. طب افرض انت بتعمل خلينا ناخد مثال، مثلا لو انا مثلا عايز اسافر مثلا من بلد لبلد ومش عارف مثلا ان في اختراع اسمه الطياره، او مفيش اختراع اسمه العربيه مثلا، فانت في حاله ان كونسشس يعني لا وعي ليه فكره ان في عربيه بتنقل الناس بسرعه من مكان لمكان، تمام؟ وبالتالي لو انت مش عارف ان في عربيه اكيد مش بتعرف تسوقها، لان انت مش عارف اصلا ان في عربيه. ففي حاله ايه؟ انكومبتنسي، حاله ان انت ما عندكش القدره او المهاره ان انت تعمل الحاجه لان انت مش عارفها. فدي طبعا اسوأ فتره في اي جزئيه في اي علم، ان انت مش عارف ان العلم ده موجود وبالتالي ما بتعرفش تستخدمه. دي حاله الانكونشس انكومبتنسي. واحد يقول لك يا عم ايه ده؟ طيب ما احنا في حد مش عارف ان في عربيه؟ لا، انا بدي طبعا مثال عشان نفهم الموضوع، لكن تعالى اديك مثال عملي. يعني بمناسبه بيم ارابيا مثلا، في ناس لغايه دلوقتي ما تعرفش حاجه عن البيم كتير بصراحه في مجال الهندسه، لانه مجال ظهر يعني مش من زمان قوي. ففي اجيال ما مرتش بان هو درسته في الجامعه مثلا او احتكت بيه في مجال الشغل، وبالتالي هي عندها حاله unconscious عن موضوع البيم، ما عندهاش فكره ايه هو البيم. طب حلو قوي. طب تفتكر الشخص اللي مش عارف ان في حاجه اسمها بيم هيبقى عارف يشتغل على البيم او يشتغل على السوفت ويرز اللي بتسبورت فكره البيم؟ اكيد لا. فده في حاله unconscious incompetency. طيب يجي بعديها بقى واحد يقول له يا عم ده في حاجه اسمها عربيه، ده في حاجه اسمها بيم، فيبدأ يعرف، فيبدأ يحصل في يخش في المرحلة رقم 2، المربع رقم 2 اللي هي حالة الconscious incompetency، ان هو عرف ان في حاجة اسمها بيم، تبدأ او فكرة البيم هتخدمه في مشاريعه، هتبدأ توفر له حاجات ما كانتش متوفرة بفكرة بالسوفت ويرز الحالية زي الاوتوكاد، فيبدأ يخش في حالة conscious، بس ما زال ما بيعرفش يشتغل على البيم، وبالتالي هو في حاله conscious incompetency. conscious incompetency بس احسن من الراجل اللي لسه قاعد في المربع رقم 1 مش عارف ان في حاجه اسمها بيم. طيب الراجل بقى لما وصل للمربع رقم 2 بقى عنده فرصه جيده جدا للدخول في مربع رقم 3. مربع رقم 1 ما عندوش فرصه جيده ولا غير جيده لاي حاجه في الدنيا، ده واحد قاعد في البلاك بوكس، مش دريان باللي حواليه ولا زي بيقولوا كده مش دريان بالدنيا. لكن اللي في المربع رقم 2 اللي هو في الكونسيشس انكومبتنسي ده عنده فرصه جيده ان هو يخش في المربع رقم 3 اللي هو الكونسيشس كومبتنسي، اللي هو بقى ايه؟ بقى عنده وعي وكمان بدا يتعلم الحاجه اللي هي ممكن يستفيد بيها وممكن تطور مشاريعه او تطور البيزنس بتاعه او تطور حياته وهكذا. فبدا الراجل بقى يتعلم سواقة العربية بعد ما عرف ان العربية دي فيها ميزات كتيرة جدا وممكن تنقله بسرعة وممكن، فبدأ يتعلم سواقة العربية، فبقى في حالة conscious competency. جميلة جدا. الله، طب ما ايه بقى المرحلة رقم 4؟ مرحلة رقم 4 دي غريبة قوي، تقول لك ايه ده انت رجعت تاني لحالة ال unconscious. ايه ده؟ ازاي ده انا كنت في الصندوق الاسود ده زمان قوي، دلوقتي انا ازاي وصلت تاني مرحله لا، هنا بقى الانكونسشس اللاوعي، بقى اللاوعي المرتبط بالكومبتنسي. ايه ده الكلام الغريب ده؟ عارف لما واحد يقول لك انا بسوق العربيه وانا مغمض؟ هو ده بالظبط الراجل اللي في المربع رقم 4، هو ده الراجل اللي بيعمل او اللي عنده الانكونسشس كومبتنسي، اللي هو بيسوق العربيه من غير ما يغمض، هو مغمض يعني في حاله unconscious لا وعي،
بس المهارة ديت موجودة وبقى يقدر يعملها وينفذ السكيلز والمهارات ديت من غير ما يكون تعبان أو مرهق. وبالتالي ده معنى إيه؟ معناه إن أنت في حالة الconscious competency دي مش كفاية، أنت لازم تبدأ تطور نفسك بحيث تعمل حاجة بكل سلاسة. يعني هديك أمثلة، مثلا لما بدي الحكاية دي بتبان جدا جدا مع الوقت، لما بتبدأ تلاقي بقى عندك مثلا تيم، والتيم ده بيبدأوا يشتغلوا معاك، والتيم ده تبدأ تشوف مثلا واحد منهم بتديله تاسك مثلا بالإكسل، فهو شغال بالإكسل على قده، فبيبقى بتحس إن هو بيعرق وهو بيعمل فايل إكسل بياخد منه وقت طويل قوي، في حين إن أنت ممكن في 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 لو واحد في الحالة الانكونشس تقول له إيه يا عم ده الإكسل ده 3 دقايق تعمل الكلام ده، تمام؟ طيب أحيانا بقى، أحيانا إن أنت عشان كمان تطور نفسك لازم ترجع تاني للمربع رقم 2. يعني إيه؟ يعني مثلا الإكسل نزل منه فيرجن جديد، حاول تعرف، حاول تبقى عندك conscious about the new features بتاعته، حاول تشوف يا جماعة طب إيه النيو فيتشرز اللي ضافت في الإكسل، ليه؟ عشان تنطلق وتتعلمها تبقى في مربع رقم 3، وبعدين تبدأ تشتغل بيها لغاية ما تحترفها وتعملها وانت مغمض وتوصل لمربع رقم 4. حطوا المربع ده قدامكم يا جماعة دايما في مجال عملك، وحاول دايما دايما تبقى في المربع رقم 2 في أي حاجة بتحصل، على الأقل يعني على الأقل طبعا في مجالك لازم تكون في المربع رقم 2 في مجالك، يعني في شغلك، شوف انت بتشتغل في اي نوع من انواع البيزنس، في اي نوع من انواع المهارات، لازم تكون في المربع رقم 2. اوعى يكون حاجه في مجالك وانت لسه في المربع رقم 1 مش عارف عنها اي حاجه، لا ده خطر جدا، وده ممكن يهدد المستقبل الوظيفي بتاعك اللي هو الكارير بتاعك، ان انت تبقى قاعد في المربع رقم 1 كتير جدا. عشان كده دايما الناس تقول لك ايه، روح احضر مؤتمرات، روح احضر تريننج، اعمل ريفريشمنت، ابدا اطلع على المجلات العلميه اللي بتنزل، عشان دايما ما تبقاش في المربع رقم 1. مربع رقم 1 مربع سيء جدا ومربع خطر جدا لاي واحد. فاخدنا شويه وقت حلوين في موضوع الليرنينج ستيجز ده، لان انا بصراحه بحب ارسم مبادئ اكتر ما انا ابدا اقول لك شويه كلام ممكن تقراه في اي مكان او ممكن تعرفه في اي حته. انا ابدا اركز في حاجات ان شاء الله تكون انت يعني ما سمعتهاش كتير قبل كده. طيب تعالوا بقى نخش في الجزء الثاني اللي برضو غالبا كتير قوي من الناس ما بيقوش سمعوه، ومهم جدا جدا جدا، اهم من كل اللي احنا ممكن نقوله بعد كده، اللي هو ايه بقى، اللي هو يعني ايه انا اولا راجل بروفيشنال، او سيبك ان انا اقول انا بروفيشنال، طيب انا قلت ان انا بروفيشنال او انا فعلا بروفيشنال، ايه يعني فاد في ايه؟ ما كلنا مش عارف مهندسين، كلنا وتبر بقى الوظائف بتاعتنا، فلا لازم يا جماعه نعرف ان الاحتراف يوضع في الميزان. الاحتراف يوضع في الميزان. يعني ايه الميزان؟ الميزان ان انت ممكن تقول ايه ده انا زميلي اللي متخرج معايا دفعه مش عارف 2012 ولا 2010 ولا whatever ولا زي كده 97، ده مش عارف بقى فين، وده يا حظه ويا مش عارف ايه ويا، فيبدا دايما بتقارن ابل ببنانا، فمش عارف ان لا الناس بتوضع على الميزان بمعايير كتيرة جدا، غير سنة التخرج، غير الجنسية، غير طبعا في حاجات برضو من الحاجات دي بتوضع في الميزان، لكن مور اند اباف في حاجات انت اللي تقدر تبنيها. يعني واحد دفعة 97 زي كده مش هينفع اغيرها واخليها دفعة 90، خلاص انا دفعة 97، في حاجات ما بتتغيرش. مثلا انا مثلا مصري، فمش هينفع اغير الا لو عرفت بقى تاخد جنسية تانية، ففي حاجات خلاص شرط تغيرها، لكن في حاجات تقدر تغيرها. يعني انت لو حد متخرج معاك من نفس الدفعة ممكن في الاخر تقدر تغير حاجات كتير اللي انا هتكلم عليها النهارده، وهي دي يا جماعه بقى اللي بتبني حاجه اسمها الفاليو، القيمه اللي هتبدا تحطك على الميزان. طيب دلوقتي تعالوا بقى نشوف عندنا ايه هي الحاجات اللي هتبدا تزود قيمتك على الميزان، ازاي الحاجات او ايه الحاجات اللي ممكن تخلي مثلا مرتبك يبقى 4 أضعاف. الكلام ده انا بقول لك كلام عن خبرات يا جماعه، يعني انا بقى لي اكتر من 20 سنه شغال وشفت الناس وشفت وانتوا اكيد برضه شفتوا، في منكم كتير شاف الكلام ده، تلاقي فعلا 2 خريجين نفس السنه وخريجين نفس الدفعه وخريجين نفس الجامعه ونفس الجنسيه ونفس ونفس ونفس، تلاقي فعلا ده يعني عندي امثله حقيقيه ارقام حقيقيه، تلاقي واحد 4 و5 أضعاف
واحيانا بتوصل ل 10 اضعاف. يعني انت لما تقارن مثلا واحد بيشتغل في مصر مثلا بروجكت مانجر و من دفعه معينه وواحد شغال برضه في مصر، ما انت مش هقارن لك مثلا واحد في مصر واحد في الخليج، ما اكيد هيبقى في فرق. لكن لو الاثنين موجودين في مصر نفس الدفعه، نعرف ناس مرتباتها اضعاف الثانيه. في الخليج نفس الكلام، ممكن تلاقي اثنين في الخليج نفس الدفعه ونفس، تلاقي واحد مرتبه 4 أو 5 أضعاف. انت طبعا العادي ان او معظم الناس يعني هو حظه هو رزقه، طبعا ارزاق بيد الله ومحدش يعترض عليها، لكن في اسباب للارزاق. الاسباب ديت هي اللي انا هتكلم عليها النهارده، اللي هي الفاليو، ازاي انت تبقى عندك قيمه. القيمه ديت هي اللي هتخليك تتحط على الميزان بشكل مختلف جدا، وده انا شفته بعينيا فعلا. الناس اللي عندها الفاليو فعلا وضعها كويس، فعلا عندها وظائف كويسه، فعلا بتبقى ليها اسم في الماركت، فعلا فعلا اقعد اقول للصبح. طيب تعالى بقى نخش في الموضوع، ايه هي الفاليوز دي؟ وهشرح لك بطريقه عمليه، كلام مش كلام نظري ولا كلام بتاع كتب، انا هشرح لك كلام من واقع عملي ومن واقع ان انا اديرت شركات وان انا عندي بيزنس عندي شركه، فمن واقع العملي انا هبدا اشرح لك الفاليوز دي. طيب هنبدا باول واحده اللي هي leadership skills، المهارات القياديه. المهارات القياديه، الراجل اللي بيدير منظومه او بيدير شركه او بيدير مشروع او بيحط اي ليفل في الاداره لازم يكون عنده مهارات قياديه، لانه هيبدا يتعامل مع الناس، هيبدا يتعامل مع تيم. فتخيل هو لو ما عندوش مهارات قياديه، فالبروجكت مانجر should be able to motivate and inspire team members to achieve common goals. طيب انا دلوقتي عندي اثنين بروجكت مانجرز مثلا، واحد عنده leadership skills قويه، واحد عندوش اي leadership skills. فتخيل ايه الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم ان الراجل اللي عنده leadership skills ده هيبدا يخلي المنظومه تشتغل كانها خليه نحل. هو ده يعني قوته، وهي دي الباور بتاعته، ان هو يقود الناس ويدورهم ويخلي الراجل التاني راجل ممكن يكون كويس جدا وشاطر جدا بس ما عندوش المهاره ديت الفاليو ديت، تلاقي الناس تشتغلش كويس، الناس مستهيفينه زي ما بيقول، الناس مش مدينه الاعتبار، الناس يعني. لان خلي بالك يا جماعه، المهارات القياديه ديت بتنعكس على اللي قدامك بشكل غريب جدا. يعني يمكن انت ممكن بعضكم يكون ملاحظها وبعضكم ما لاحظهاش، احنا عشان متخصصين في المجال ده فبنلاحظ الكلام ده وبنعمل عليه زي نوع من انواع الابحاث. فبتلاقي ان انت نفسك ممكن تتقبل اوردر من شخص ومتتقبل نفس الاوردر ما تتقبلوش من شخص تاني. ممكن يجي لك مدير يقول لك حاجه تبقى متضايق جدا ومش عايز تعملها، ومدير تاني يقول لك نفس الحاجه وتعملها وانت زي الفل. وخلي بالك مش هقول لك بقى اصل ده بتحبه، لا دي برضه جزء تاني مهم، لكن انا بتكلم بس على هو نفسه كده. حتى لو الاثنين مديرين دول اول مره تشتغل معاهم في الشركه، تخيل يعني انت ده مدير اول يوم تشتغل معاه هيديك اوردر مش تحبه، مش تحب اللي تعمل اوردر، مش تبقى عايز تعمله، ممكن تتخانق معاه تقول له مش هعمله، ممكن تخيل. ونفس ومدير تاني برضه اول يوم تشتغل معاه يقول لك نفس الاوردر، هتلاقي نفسك بتعمله زي الصاروخ. ايه اللي حصل؟ لان في حد عنده كاريزما، عنده الفاليو بتاعت الليدرشيب سكيلز، وده علم طبعا، علم كبير جدا. ممكن ان شاء الله نبقى نرتب كورسات نتكلم فيها عن المواضيع ديت بالتفصيل يعني، بس انا ببدا افتح لك المجال وببدا. عشان كده انا بوريتكم المربع يا جماعه، المربع بتاع الليرنينج. انا النهارده هحاول اطلعكم ان شاء الله في حاجات كتيره من المربع رقم واحد اللي هو الانكونسشس انكومبتنسي، وندخلكم في مربع الكونسشس كومبتنسي. ف هو ده الاول حاجه كنت عايز اتكلم عليها اللي هي ليدرشيب سكيلز. طيب رقم اثنين البروبلم سولفر، مهم قوي، فاليو مهمه جدا للراجل اللي بيدير منظومه واللي بيشتغل في منظومه، انه يبقى عنده مهارات حلول المشاكل. يعني ايه مهارات حلول المشاكل؟ هديك امثله. مثلا تلاقي مثلا واحد صديقي مثلا عنده شركه بيقول لي يا اخي انا معين مدير مشروع مطلع عيني. اقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي كل شويه يتصل بي، يا فلان ده انا الجار بتاع المشروع قاعد يزعق لنا، يقول لك الدوشه والتخبيط، واعمل ايه؟ طب ما انا جايبك ليه؟ انا جايبك انت عشان تتعامل مع الجار وتتعامل مع كل الستيك هولدرز. اتكلم عن ايه ستيك هولدرز بعد شويه. يعني انا جايبك عشان كده، عايزك تحل المشاكل ديت، مش هتيجي. فمهم جدا موضوع
ان البروجكت مانجر يبقى عنده مهارات حلول المشاكل، مش كل ما يتزنق في حاجه يروح للاداره يروح للشركه. لا هو انت، ما انت جاي ليه؟ انت جاي عشان، فمهم جدا يا جماعه، دي فاليو كبيره جدا هتحطك على الميزان بشكل قوي جدا في اداره المشروعات. طيب رقم ثلاثة الافكتيف كوميونيكيشن. تخيل انت مدير وضعيف جدا في الكوميونيكيشن، وده على فكره بقى النقطه رقم ثلاثة ديت يا جماعه ممكن تحلك لغز حاجات كتيره جدا ممكن تكون شفتها في، يا عم انا بقالي في الشركه مش عارف كام سنه، ده انا كنت متخرج من الكليه بامتياز، ده انا مش عارف مين، ده انا مين، والشركه مش عارف خلت مين الواد اللي جاي مش عارف، ده هو ده بقى المدير، ايه ده اللي حصل، ايه يا جماعه، وهكذا. هقول لك بقى السر مينلي على فكره في الكوميونيكيشن. المدير ده راجل، خلي بالك، راجل مش بيشتغل تكنيكال، المدير ده راجل كل شغله كوميونيكيشن. بص السيرفي بيقول ايه، السيرفي بيقول لك ان 90% of time during a project goes in communicating with the stakeholder and the team members. يعني البروجكت مانجرز بيقضوا اكتر من 90% من وقتهم، متخيل يا 90% من وقتك رايح في الكوميونيكيشن. يعني ايه؟ يعني انت طول الوقت بتعمل ايه كمدير بقى؟ بتكلم الجار وبتكلم التيم وبتكلم المدير وبتكلم الغفير وبتكلم العمال وبتبعت ايميلات وبتعمل ميتينجز وبتعمل برين ستورمينج سيشنز وبتعمل كل الكلام ده يا جماعه عباره عن ايه؟ كوميونيكيشن. تعمل برزنتيشن، كل ده عباره عن كوميونيكيشن. فتخيل معايا كده ان انت ضعيف في الكوميونيكيشن، ما عندكش كوميونيكيشن سكيلز قويه. طبعا الكوميونيكيشن سكيلز جواها حاجات كتيره جدا، من ضمنها مثلا اللغه، لو بتشتغل في انفايرمنت بتتكلم بلغه معينه، فتخيل لو انت ما بتعرفش تتكلم اللغه دي هتتواصل معاهم ازاي؟ هتبعت لهم جواب ازاي؟ هتكلم العملاء بتوعك ازاي؟ وهكذا. طريقه العرض وهكذا. فاذا يا جماعه لازم تهتم جدا جدا من دلوقتي في ان انت تتعلم ازاي تبقى عندك effective communication ومهارات التواصل بتاعتك تكون مهارات قويه. نخش في النقطة رقم أربعة. النقطة رقم أربعة اسمها الـ cultural awarenesses، اللي هي إيه بقى؟ الـ cultural awarenesses ديت لو أنت يعني للناس اللي شغالين في مصر ممكن ما يكونش حس بيها قوي، أو ممكن ما يعني ما يكونش تعرض لها قوي. الناس اللي اشتغلوا في شركات عالمية أو اشتغل في بره مثلا زي الخليج أو أوروبا أو كده ممكن يفهم يعني إيه cultural awareness أسرع من ليه بقى؟ كالتشر اويرنسز ديت ان انت مثلا لما بتكون عايش في مجتمع معين بيبقى ليه ثقافه معينه، عادات معينه. فاوريدي لو انت عايش في مجتمع وكل اللي حواليك في نفس المجتمع فمفيش اختلاف في الثقافات. تمام؟ لكن لما بتبدا تشتغل مع مالتي ناشونالز هتبدا تكتشف حاجه غريبه جدا، ان في اختلاف في الثقافات. هتكتشف اللي انت في وقت معين بتضرب ابنك عشان ما يعملش حاجة معينة، في واحد تاني في ثقافة تانية لو ابنه ما عملش كده هيضربه. فإذا إيه ده في فكر مختلف، ده في ناس عندها، طيب أنا مالي بالكلام ده؟ لا، أنت لو أنت مدير ولو أنت قائد لازم تحترم هذه الثقافات ولازم تعرفها، لازم تعرفها كويس جدا. فعشان كده اللي في مركز قيادي يا جماعة لازم يكون فاهم الكلام ده كله، فاهم ان مفيش حاجه اسمها لازم تحترم الاديان، انا مسلم انا مسيحي انا بوذي انا احترمه، انا ماليش دعوه بيه، هو كل واحد بيعبد اللي هو عايزه، بس في الاخر انا بحترمه كثقافه كاداره. تمام دي الكالتشر. انت الواحد مثلا عايش في دوله بتقدر النساء، في عايش في دوله لا، يعني كل الكلام ده لازم يطلع من دماغ. لا انا بقى اشتغل بكالتشر awarenesses، ان انا بتعامل مع كل الناس بالثقافات المختلفه، بفهم فكرهم بيتحرك ازاي، بحترم عاداته، بحترم تقاليده، بحترم عيده لو عنده عيد. كل الكلام ده مهم جدا وبيفرق جدا في المديرين وبعضهم، بس بالذات في الناس اللي شغاله في مع جنسيات مختلفه. بصراحه ده هيبان قوي مشكله الكالتشر awareness دي. طيب النقطه رقم خمسه اللي هي being an optimist. being up an optimist ديت عبارة عن ايه؟ دي بصراحة ظهرت في الفترة الأخيرة، يعني ما كانتش زمان واضحة قوي لناس كتيرة، بدأت تظهر في علم الإدارة وبدأت تبان قوتها. يعني عايز أقول لك إن النقطة رقم خمسة ديت أنا دايماً بقول للناس في الكورسات عن إن being an optimist ديت دي خلتني
انا شخصيا انجح مشروع كان متدمر، يعني المشروع ده كان في وضع سيء جدا جدا جدا، وغير عليه حوالي خمسة بروجكت مانجرز. ولما رحت المشروع ده، المشروع ده نجح بس بالنقطة رقم خمسة. طب ايه النقطة رقم خمسة الغريبة دي؟ يعني ايه being an optimist؟ being an optimist ان انت تكون عندك تفاؤل. تفاؤل يعني ايه تفاؤل؟ شتى في ناس كده يقول لك يا عم الشركة بتاعت دي اسوأ شركة في العالم، المشروع ده عمره ما هيخلص، ده مشروع مش عارف منيل بستين نيلة، الدنيا دي مش عارف ايه، ده الوضع مش عارف ايه. الناس ديت دي ناس بيسمست، متشائمة. مفيش مشكلة في ناس متشائمة، هي دي مش مشكلتنا. لكن انت لو انت قائد، لا معلش بقى، معلش، الفاليو هنا ان انت تبقى بس اوبتمست، انسى البيسمست دي من دماغك. لازم تبقى متفائل دايما، تتكلم ايجابيا عن مكانك اللي انت قائد فيه. ده مهم جدا والله يا جماعه. انت اول ما حد يبقى في منصب اداري ويبدا يشتكي او يبدا يقول الكلام اللي هو البيسمست ده، تعرف على طول على طول ان هو فاشل من جواه، ما بقولوش بس هو على طول انت فاشل. الناس الناجحه دايما هتلاحظ بقى، انت بقى مش عايز ادي امثله باسماء وكلام من ده، بس انت بص حتى في الاوساط اللي حواليك، شوف مين دايما بيقاتل على المكان، على ال 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 الحاجه اللي بيعملها. نادي مثلا، مدير نادي تلاقيه يقاتل جدا على، يقول لك يا عم الراجل، لا ايه هو ده فعلا النجاح في القياده فعلا بيتحرك كده. انت رئيس نادي، انت رئيس جامعه، انت رئيس شركه، انت مدير قسم، انت لازم تتكلم عن القسم بتاعك دي، على الحاجات اللي تحت ادارتك دي دايما قدام الناس بطريقه ايجابيه جدا. ولادك لازم تبقى دايما ايجابي، دول الاحسن. لازم يا جماعه، والا تبقى عندك مشكله في القياده، ويبقى عندك مشكله في الاراده، ويبقى عندك مشكله في الفاليو. انا كده مش هقدر اديك الفاليو اللي انت. طيب كنت بكلمكم على ازاي الكلام ده انا نجحت بيه مشروع. كان في مشروع، المشروع ده كان في قطر، والمشروع دوت كان متاخر سنين، وكان عنده مشاكل كتيره جدا، المشروع كان في حاله سيئه جدا. فلما رحت المشروع، الاداره قالت لي طيب وليد، روح بص على المشروع الاول وشوف المشروع قبل ما نبدا نقول، يعني نبدا عشان مشي خمس مديرين قبل كده والوضع سيء جدا، احنا مش عايزين يعني. قلت لهم انا فعلا عايز اعمل كده. فروحت لقيت السبب الرئيسي الحقيقي في الوقت اللي انا رحت فيه، يعني كان السبب من ضمن الاسباب الرئيسيه طبعا، ان الناس كانت محبطه جدا وسيئه جدا، وكل ما اتكلم حد المشروع ده خلاص ضاع، المشروع ده عمره ما يخلص المشروع. فروحت الاداره قلت لهم طب يا جماعه، انا اقدر ان شاء الله انجح لكم المشروع ده، بس هطلب منكم طلب كاداره، يعني كاداره عليا، يعني اللي هو الشير هولدرز. قالوا لي ايه؟ اتفضل، احنا مستعدين لاي حاجه، المهم المشروع ده يتعدل. قلت لهم انا هكذب قزبه بيضه كده على الناس، طبعا مفيش حاجه اسمها كذبه بيضه بس يعني مجازا، يعني قلت لهم انا اقول للناس كده حاجه وعايزكم تدعموني فيها لان الحاجه دي مش حقيقيه. قلت لهم، قالوا لي هتقول لهم ايه؟ قلت لهم يعني انا هقول للناس ان انا عندي تكنيكس معينه او عندي حاجه معينه، الحاجه ديت ما اتعملتش في المشروع، وانا ان شاء الله لما اعملها كل المشاكل دي هتتحل. بس فعليا انا ما كانش في دماغي حاجه معينه تتعمل يعني، تمام، بس انا عايزكم تعملوا لي سبورت للكلام ده. قالوا لي يا عم اعمل اللي انت عايزه، اهم حاجه المشروع بالظبط يعني. فروحت عملت اجتماع للناس، عرفتهم بنفسي ان انا هبدا اليد المشروع، وقلت لهم يا جماعه، عملت لهم كده برزنتيشن وحطيت لهم شويه حاجات كده، ان يا جماعه بالحاجات اللي انا حطيتها اي كلام يعني، ان شاء الله المشروع ده خلاص يعني بيس اوف كيك، خلاص هيخلص وهنعمله. تخيل بس البرزنتيشن ديت، كلام اللي هو مش يعني يعتبر مش حقيقي قوي، فعلا خلى الناس متفائله جدا. وفعلا بعديها باسبوعين ثلاثه الاداره جات لقيت لي انت عملت ايه؟ قلت لهم والله ما عملت اي حاجه، ولا هو لسه ما عملتش خالص اي حاجه، ليه الدنيا اتغيرت خالص؟ قلت لهم ايوه، عشان هي بس حته ان انت تبقى اوبتمست. افتكر انت ليدر يعني اوبتمست، معلش الظروف ما كلنا لا انا دايما اوبتمست، انا دايما قائد، عارف هطلع المركب الغرقانه دي ازاي، دايما عارف المشروع المتاخر ده هعمل له ريكفري ازاي، وهكذا. طبعا عايزه شويه ثقه بالنفس، وعايز شويه يعني، فطبعا مش يعني مش هي يعني مش سهله، بس لازم تكون حاططها عندك في الاعتبار. طيب خدنا فيها وقت شويه زياده، نخش على النقطه اللي بعديها، النقطه رقم 6 اللي هي الكريديبيليتي.
طبعا محدش بقى يقدر ينكر، بس انا حطيتها رقم 6 عشان دايما الناس حطها رقم 1 يا جماعه، ان انا ابقى راجل مش عارف خريج جامعه القاهره، ولا خريج مش عارف جامعه اوكسفورد، ولا مش عارف معايا بي ام بي، ولا جميل، الحاجات دي مهمه طبعا وحطيتها، بس حطيتها رقم 6. كل ده جميل يا جماعه، بس مش هو يعني، انا يعني انا راجل كراجل مثلا بتاع بيزنس، ما يهمنيش اللي انا مشغل موظف عنده اعلى شهادات في العالم، انا مش رايح اتفشخر بيه في الشارع يعني، لكن يهمني جدا الراجل اللي يقدر يحل المشاكل، يخلص لي الشغل، اللي يبقى عنده اليات للتنفيذ، عنده افكار للتطوير، هو ده اللي يهمني. لكن طبعا تاني ما يمنعش ان انت يبقى عندك كريديبيليتي طبعا، ما هي دي اللي بتوصلك للكلام ده، وهي دي الاساس. فالكريديبيليتي طبعا مهمه للفاليو بتاعتك. طيب النقطه رقم 7 اللي برضو بيتغافل عنها ناس كتير جدا، ليه بيسموها ايه ده، مصطلح كده بيسموه الديجيتال سيفي. الديجيتال سيفي اللي انت تبقى معاصر للي بيحصل، معاصر للي بيحصل، ما تبقاش بعيد عن اللي بيحصل. ما تقولش مثلا اتخرجت سنه مثلا 80 ومن ساعه ما اتخرجت شغال في شركه مش حاسس باللي بيحصل حواليك، مش حاسس بتطور العلم اللي حواليك، تطور التكنولوجي اللي بتتطور في البيزنس بتاعك. فممكن تفاجئ، انا فعلا بشوف ناس دفعات قديمه تقول لهم حاجه بتحس ان ايه ده، بيبار ايه ده، في حاجه بتعمل كده، يا نهار ابيض، هو انت لسه قاعد في الزمن بتاع ان احنا كنا لسه بنرسم اللوحه بايدينا مثلا؟ لا طبعا، لازم تكون معاصر للي بيحصل، وده مش هيحصل الا لو انت بتحضر بقى مؤتمرات وبتحضر. انا اعرف والله ناس بتسافر، يعني انا عن نفسي بسافر احيانا لدول تانية عشان تحضر بس كونفرنس في مجال الكونستراكشن، في مجال المانجمنت، في مجال يعني ان شاء الله برضو انا بشارككم بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في المؤتمرات ديت وفي المعارض دي. مهم جدا موضوع الديجيتال سافي، وده بيقوي الفاليو بتاعتك. النقطه رقم 8 اللي هي النوليدج اوف اذر فريم وركس. دلوقتي انت لما بيكون عندك علم في مجال معين، ده كراجل تكنيكال، كراجل تكنيكال اتس انف، يعني انا راجل بتاع ديزاين وشغال ديزاين خلاص. لكن كمدير لا يا جماعه، المدير لازم يكون عنده فكره عن الاذر نوليدجز والاذر نوليدج او الاذر فريم وركس. يعني فاهم يعني ايه اجايل، فاهم يعني ايه بروجرام مان، ممكن ما يكونش متخصص في الحاجات دي بس فاهم. يعني بقعد مع، انا بتكلم طبعا عن شغل الاداره وشغل المانجمنت، يعني لازم تكون فاهم يعني ايه اجايل مانجمنت، يعني ايه لين كونستراكشن، يعني ايه بروجرام مانجمنت، يعني ايه بورتفوليو مانجمنت. ان شاء الله هحاول اديكم شويه تعريفات، شرح للتعريفات دي ان شاء الله. طبعا دول الثمان نقط المهمه جدا للفاليو، ويجي بعديهم بقى شويه حاجات ثانيه كده ممكن تقرا عنها زي التيم بيلدينج، هحاول اتكلم عنها، الموتيفيشن، الانفلونس، النيجوشيشن سكيلز مهمه جدا في بعض المراكز الاداريه. النيجوشيشن سكيلز دي فاليو كبيره جدا، فاليو كبيره جدا. يعني ممكن يكون عندي حد في التيم تقله ذهب. يعني ايه تقله ذهب؟ انا بقى عندي مثلا بنتفاوض في حاجه مثلا، ونفسنا بالذات في موضوع الكلينز وموضوع المشاريع طبعا الكبيره يا جماعه، عشان اقول ارقام كده يبقى، عشان يعني الارقام دي حقيقيه بس في مشاريع ضخمه، يعني مشاريع بمليارات. فيروح الشخص ده يعمل نيجوشيشن، احنا كنا مثلا عايزين ناخد كليم ب 2 مليون مثلا، 2 مليون دولار، يروح الراجل ده يجيب لنا 3 مليون بكل سهوله. تخيل، متخيل واحد راح بشويه كلام وشويه نيجوشيشن سكيلز بيدخل الشركه، شركات طبعا بنتكلم على مشاريع ضخمه تاني عشان مش بنتكلم على مستوى اشخاص، يعني يروح يجيب للشركه، يدخل الشركه مليون دولار، وده كلام حصل فعلا. ففعلا النيجوشيشن سكيلز دي مهاره مهمه جدا. فتخيل الراجل ده الفاليو بتاعته ايه، تخيل الراجل ده لما يطلب كام في الشهر ممكن اديله. فاذا خلي بالك من حته يعني ايه فاليو. التراست بيلدينج، ان احنا نبني الثقه في الاجواء اللي احنا بنشتغل فيها. الكونفليكت مانجمنت، لما بيحصل اختلافات ما بين الناس ازاي بتحل المشاكل دي بطرق علميه وطرق مظبوطه. والكوتشنج سكيلز، ان انت تبقى راجل قائد بتعرف تاخد الناس اللي تحتك وتبدا تطلعهم وتبدا توصلهم يبقوا زيك في يوم من الايام. مهم جدا الكوتشنج سكيلز دي يا جماعه. الكوتشنج سكيلز دي للاسف في العالم العربي عندنا مشكله كبيره في كتير من المديرين، ان يقول لك ايه ده يا عم، اعلمهم ايه، اعلمه عشان ياخد مكاني بكره، اعلمه. الكلام ده كارثي، كارثي. في بعض العلماء راقبوا طيور الوز المهاجر، اللي هو اللي بتشوفه كده طاير في السماء في اسراب،
الوز المهاجر ده بيبقى طاير كده في مثلث، فلما تبص عليه كده لو انت مش يعني مش متخصص او مش مركز او مش، فبتبقى شايف قائد ووراه الوز اللي وراه كله طاير وراه، فتبقى انت شايف ان ايه ده الوزه الاولانيه دي هي القائد والباقي ده كله الاتباع. الحقيقه العلماء اللي راقبوا الوز المهاجر ده اكتشفوا حاجه غريبه جدا، اكتشفوا ان كل المجموعه بتاعت الوز كلهم قاده. ايه ده ازاي؟ قال لك ان الوزه اللي هي في المقدمه ديت اللي هي ليدر دي ما تقدرش تبقى ليدر طول الوقت، تقدرش ضغط الهواء ووجودها في يعني شويه اسباب كده تقنيه ما تقدرش. فبالتالي بيقول لك الوزه دي تبدا تاهل الوزه اللي وراها، تبقى بعد شويه تلاقي الوزه اللي وراها دي دخلت وهي رجعت مكانها وهكذا، تلاقي الوز كله، فتلاقي الناس كلها يعني وصلت وعملوا رحلات فعلا طويله جدا. لما تقعد تشوف الوز ده بيسافر رحلات طيران قد ايه تتعجب من قدره ربنا سبحانه وتعالى. فدي من ضمن الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم كل جيل يسلم اللي بعده، يعني دي امانه عند كل واحد ان كل واحد بيبدا يسلم الجيل اللي بعده ومس ما يسلموش العلم. انا اقول لكم برضو حاجه برضو عشان نقفل موضوع الفاليو ده يا جماعه، الفاليو لما بتيجي تحطها على الميزان بيبقى بصراحه فيها شقين مهمين جدا. فيها جزء اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الجزء شويه التقني، وفيها جزء حاجه بنسميها الإثكس الاخلاقيات، اخلاقيات العمل. فدي على فكره من الحاجات اللي انت لازم تورثها، وللاسف دي برضو لما اهملناها طلع جيل شويه عنده شويه مشاكل. مثلا يعني يمكن بعضكم سمع عن المشكله الاخيره في معهد البي ام اي، ان معهد البي ام اي اللي هو معهد اداره المشاريع في امريكا بيعمل امتحانات، والفترة الأخيرة بسبب الكورونا فيروس بدأ يعمل الامتحانات دي أونلاين. طبعا إحنا بعض ذات الأسف جت من العالم العربي، يعني إن أحد الأشخاص بدأ يصور الامتحان بشكل معين ويخلي حد صديقه يعني تخبى اتعرفت الكلام ده، فقفلوا الأونلاين فيتشر عن الشرق الأوسط وبعض الدول. فإذا الأخلاقات مهمة جدا، الناس يا لازم تورث موضوع الاخلاقيات بتاعت العمل اللي هي الإثكس مهمه جدا يا جماعه. تخيل كده، هديك مثال جميل قوي على موضوع الإثكس ده وازاي هو فعلا فاليو كبيره جدا. تخيل انا معين عندي مثلا، لو مثلا يعني معين عندي واحد استشاري عنده مهارات قياديه وعنده علم وعنده خبرات وعنده، اقعد عد للصبح الراجل ده عنده ايه، عنده كل اللي انت تتخيله، حلو قوي. والراجل ده راح خد رشوة، تخيل إيه اللي هيحصل؟ كل اللي انت موجود عند الشخص ده وعينته بسببه رميه في الزبالة. هو طالما خد رشوة مش هيستخدم العلم، مش هيستخدم الخبرة، مش هيستخدم القيادة، مش هيستخدم البروبر انسبكشن، مش هيستخدم، وبالتالي تدمر كل الكلام ده. فاوعى اوعى تعين حد من غير ما تحط الإثكس بتاعته في الميزان معاك وانت بتعينه او انت بتشغله. فيها فاليو كبيره جدا زي ما وريتك، هو مثال حقيقي خلاص خد رشوه خلصت كل الكلام ده رميه في الزباله، تمام. فاذا لازم يكون فيه الاخلاقيات، ولازم انت تعمل لها كوتشنج لما تكون مدير للجيل اللي بعد. طيب نبدا بقى نتكلم في الصميم بقى، المنهج نفسه او المنهجيه او العلم اللي احنا جايين نتكلم عنه. اعتقد طبعا اللي فات ده يا جماعه كان مهم جدا يعني بصراحة، ولو انت ما سمعتوش حاول تبقى تجيب تقريبا هم يعملوا ريكوردينج للمحاضرة، فياريت تسمعوا، فياريت تقولوا للناس اللي حواليك لانه فعلا مهم جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم على المنهج بتاعنا بقى. العلم بتاعنا اللي انا هركز فيه في الاربع محاضرات ده هو علم ادارة المشروعات اللي هو البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت علم، العلم ده بيختص بإدارة المشاريع. فتعال نبدأ بيعني إيه مشروع عشان نبقى بنتكلم the same language، نتكلم نفس اللغة. أنا ممكن أكون بعمل حاجات كتيرة جدا وبديرها، أنا بدير سوبر ماركت، أنا بدير مستشفى، أنا بدير مصنع، أنا بدير، فهو أنا كده project manager؟ الإجابة لا، الإجابة لا. طب هتفرق في إيه أنا بدير إيه ما أنا بدير حاجة؟ لا، مهم قوي تعرف يا جماعه ان انت على حسب هتدير ايه، بص بقى، على حسب هتدير ايه، على حسب هتتعلم اداره ايه. تاني،
على حسب هتدير ايه. يعني انا لو بدير مصنع انا محتاج اتعلم حاجه اسمها الاوبريشن مانجمنت. الاوبريشن مانجمنت لو انا بدير مشروع يبقى لازم اتعلم بروجكت مانجمنت. لو انا بدير مجموعه من المشاريع يبقى لازم اتعلم بروجرام مانجمنت. فالبروجرام هو مجموعه مشاريع مرتبطه مع بعضها عشان تقدر تديرها وتمانج الريسورس بتاعتها مع بعضها. لو انت بتدير منظومه فيها استراتيجيه، الاستراتيجيه ديت هيتخلق منها مشاريع وهيتخلق منها بروجرامز وهيتخلق منها شويه حاجات مع بعض، فدي بنسميها البورتفوليو مانجمنت. البورتفوليو مانجمنت فيبقى احنا عندنا كده بروجكت مانجمنت وبروجرام مانجمنت وبورتفوليو مانجمنت. فالتلات حاجات دول محتاجين تلات انواع مختلفه من شكل الاداره، شكل القياده بتاعتهم، غير طبعا كمان الاوبريشن مانجمنت. طيب فانا النهارده او احنا في الكورس هنركز على البروجكت مانجمنت. طب ايه هو البروجكت؟ البروجكت اي حاجه بتكون بتعملها ليها ثلاث صفات اتحققوا فيها ممكن نسميها بروجكت. طبعا في نقطه مهمه جدا، دايما لما بنيجي نشرح علم معين يا جماعه دايما بيبقى بالذات العلوم الكبيره دي دايما بيبقى لينا مرجعيه، لان احيانا انت ممكن تكون بتسمع محاضره معينه وتسمع تعريف معين او تسمع معلومه معينه وبعدين تروح تحضر محاضره تانية عند مثلا احد الفضلاء التانيين يقول لك معلومه، يقول لك التعريف بتاع المهندس شكل مختلف، فتقول ده في واحد غلطان او ده غلط وده صح. لا، الفكره مش غلط وصح قوي، اهم حاجه تعرف هو المرجعيه اللي بيرجع لها الشخص اللي بيديك المحاضره او بيديك العلم ده. فانا مجموعه المحاضرات ديت جايه من مرجعيه البروجكت مانجمنت انستيتيوت، من الكتاب الشهير بتاعهم اللي اسمه البيمبوك جايد. البيمبوك جايد البروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج، لان في منهجيات كتيره موجوده في الماركت، في مرجعات كتيره، في حاجه اسمها البرنس 2 اللي هي البروجكت ان كنترولد انفايرمنت، دي برضو منهجيه ثانيه موجوده. ففي مجموعه منهجيات، في منهجيه بتعتمد على التمبلتس والفورمز اسمها الميثود 1 2 3. ففي منهجيات كتيره موجوده ممكن نرجع لها، لكن انا بالنسبه لمجموعه المحاضرات دي واخد المرجعيه بتاعتي من البيمبوك جايد بروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج. فالبيمبوك جايد في اصداره الاخير اتكلم على البروجكت وحط التلات صفات اللي انا هشرحها لك دلوقتي، وحط كمان صفتين برضو هشرحهم معاك عشان نقول ان ده بروجكت. اول صفه حطها البيمبوك جايد قال لك المشروع از ا تيمبوراري. تيمبوراري يعني ايه؟ يعني ليه بدايه ونهايه، ودي حاجه بديهيه وسهله. المشروع لازم يكون يونيك، لازم يكون فيه انفراد، لازم يكون فيه حاجه مختلفه، ما تكونش بتعمل حاجه متكرره، مش قاعد بتصنع مثلا شامبو كل يوم بتطلع، لا ده كده اوبريشن. لا انا بعمل حاجه، بعمل كل مره فيلا جديده، بعمل عماره بشكل مختلف بتحديات مختلفه، فبتطلع منتج او سيرفيسز فيها يونيكنس. وتالت حاجه، تالت صفه، المشروع بروجريسيفلي الابوريتد. يعني ايه بروجريسيفلي الابوريتد؟ يعني المشروع بيكبر زي الطفل كده، بيكبر مع الزمن. المشروع ما بيتولدش كبير، بيتولد صغير بفكره، والفكره دي بتبدا تتطور لغايه ما توصل للبرودكت او السيرفيس النهائيه اللي انت بتقدمها للكلاينت بتاعك. فما بتيجي مثلا تفكر في جيم، مثلا عايز تخترع جيم، لعبه، اللعبه دي تقول انا عايز في خلال سنه اكون خلصت الجيم ديت ونزلت على الموبايل ابلكيشنز، يبقى انت كده يعني تيمبوراري. الجيم دي اكيد مش كوبي وبيست لاي جيم تانية، فاذا هي يونيك برودكت. الجيم دي مش في دماغي كل حاجه دلوقتي، انا هقعد مع الوقت اطور الفكره واطور، يبقى هي بروجريسيفلي الابوريتد. تمام. في كمان صفتين مهمين جدا زودهم البيمبو جايد، لو قلت لكم المرجعيه بتاعتنا. اول حاجه قال لك ايه؟ قال لك ان من ضمن الصفات اللي ممكن تبقى موجوده في المشروع، قال لك ان البروجكت درايف ذا تشينج. البروجكت درايف ذا تشينج، يعني ايه البروجكت درايف ذا تشينج؟ عارف كده لما بيقول في مصر قبل الموضوع حماده وبعد الموضوع حماده تاني خالص، هي نفس الفكره كده. فالبروجكت درايف ذا تشينج يعني المشروع مفروض لو انا شركه
ما عندهاش المشروع ده والمشروع ده دخل بعد المشروع يحصل تغيرات. تغيرات في ايه؟ تغيرات في حاجه بيسموها التانجبل اليمنتس والانتانجبل اليمنتس، تغيرات ملموسه وتغيرات محسوسه او تغيرات غير ملموسه. التانجبل زي ايه؟ زي الميليتري اسيتس، زي الستوك هولدر ايكويتي، زي اليوتيليتيز، زي الفيكتشرز، زي التول، زي الماركت شير. الشركه نفسها قيمتها بتزيد، الشركه نفسها بيبقى عندها، انا مثلا ممكن اكون ما عنديش مثلا الريفت في الشركه بتاعتي، فما يجي مشروع اقول ايه ده، طب ما انا هشتري الريفت عشان اشتغل بمشروع، لان المشروع ده مطلوب مني ان اسلم اللوحات بالريفت. فلما اشتريت الريفت بقى عندك في الشركه السوفت وير موجود، فاذا المشروع فعلا بدا يخلي الشركه تتطور، خلي الشركه يبقى فيها تولز اكتر، يوتيليتيز اكتر، وهكذا. وفي بقى تغيرات محسوسه بس مش ملموسه، زي ايه؟ زي الجود ويل. الجود ويل ده يا جماعه زي الريبيتيشن كده، السمعه. يعني انت بعد المشروع يا اما المشروع يزود سمعتك في الماركت يا اما دمر السمعه. في شركات مشاريع دمرتها، يعني المشروع خلى الشركه تقفل. وفي شركات اتحركت من ليفل لليفل تاني خالص بسبب مشاريع. فاذا الجود ويل ده مهم جدا. البابليك بينيفيتس، التريد مارك، العلامه التجاريه بتاعتك ممكن مشروع يقويها جدا. يعني ممكن في شركات مثلا الشركه عملت ابلكيشن كانت عندها، كانت شركه عاديه، مجرد ان مثلا خلينا نقول شركه ملابس، كانت شركه ملابس وكانت شركه عاديه، محل ملابس عادي بيبيع ملابس، مجرد بس ان هو عمل موبايل ابلكيشن وبدا يعرض عليه انواع الملابس اللي هو بيعملها ديت، نقلت الشركه مكان تاني خالص. فخلت الشركه بقى ليها اسم مختلف تماما في الماركت بسبب البروجكت اللي هم دخلوه على الشركه. فمهم قوي تعرف ان المشروع بيدرايف ذا تشينج. تمام. الحاجه الاخيره بيقول لك ايه؟ البروجكت انيبل بزنس فاليو كرييشن. البروجكت كمان بيبدا يخلي الدنيا زي ما احنا شرحنا كده، يخلي في فاليو بتحصل في المؤسسه وعلى مستوى الاشخاص، الاشخاص بتدربوا اكتر وهكذا. طيب الراجل بقى اللي هيدير البروجكت، الراجل اللي هيدير البروجكت هو مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ايه؟ وهو ده اللي احنا عايزين نشوفه مع بعض. طيب هبدا الاول اتكلم عن لو انا مانجر، سواء بقى مانجر لاي حاجه. بص هنا بقى انا بتكلم ان جنرال، يعني ده كده من، وده على فكره اللي انا هشرحه دلوقتي ده مش موجود في غالبا كده على بعضه في اي كتاب. يعني انا هشرحه دلوقتي ده مش من البيم بوك جايد، انا هتكلم على what the manager or any manager should do. ايا كان المانجر، تفهم بس عقليه المانجر بتتحرك ازاي وايه المسؤوليات بتاعته. وبعدين بعد ان شاء الله في اخر الكورس او في نص الكورس نبدا نتكلم على البروجكت مانجر، ايه المسؤوليات بتاعته. فهي تاني يا جماعه، انا دلوقتي هتكلم على المانجر ايا كان بقى، يعني بتكلم على دماغ مانجر متركبه ازاي. تمام. هل المانجر هو الراجل اللي كان شاطر في شغله والشركه شده شاطر قوي خليه مانجر ويبقى هو كده يكمل زي ما هو بيعمل، ولا المانجر هو الشخص اللي هو رئيس العمال اللي هو بيجي الصبح يا جماعه انت جيت الصبح الساعه كام؟ فهل لا، هتلاقي اسئله كتيره جدا، كل الاسئله دي اجاباتها او الاجابات اللي انا قلتها دي اجابات غلط جدا. المانجر ده حد عنده مجموعه من المسؤوليات هيتحرك جواها، هيتحرك جواها. فاكتبهم معايا، انا مش كاتبهم، اكتبهم معايا لو حابب، لانه فعلا تجميعه شويه خبرات كتيره وشويه قرايات كتيره. طيب نبدا باول حاجه عندنا. اول حاجه عندنا، خلوني ابدا اعمل الوايت بورد عشان اشرح لكم عليها. اول حاجه المانجر محتاجها او هيعملها، سوري، حاجه ايه؟ حاجه اسمها setting goals and objectives. setting goals and objectives يعني ايه؟ انت كمانجر من غير اهداف، معلش انت مش مانجر، انت مش فاهم يعني ايه مانجر. يبقى انت اول حاجه لما تكون مدير، ودايما بقول للناس ايه، انت مدير روح بكره بقى بعد المحاضره، روح بكره اول حاجه اعملها طلع ورقه وقلم وانسى بقى، وقف كده الدنيا بتعملها شويه وابدا فكر ايه هي الاهداف
اللي انا هشتغل عليها؟ ايه الاهداف اللي انا هشتغل عليها؟ يعني ايه الاهداف اللي هشتغل عليها؟ لازم يكون عندك goals، عندك objectives، عندك aims، عندك استراتيجية حاططها كده قدامك بتشتغل عليها. انا عايز احقق كذا، وعايز اوصل لكذا، وعايز اخلص كذا، وعايز اطور كذا. والاستراتيجية دي بتبقى منبثقة من الاستراتيجية العليا بتاعت المؤسسة. فالمؤسسة بيبقى ليها اهداف استراتيجية، باخد الاهداف الاستراتيجية بتاعت المؤسسة ديت. عارف انت كده زي الراجل اللي هو قال لك ناخد البتاع ونعمله صباع كفته وناكله، هي نفس الفكره كده على فكره. انت هتاخد الاستراتيجيك اوبجكتيف بتاع الشركه اللي هي الكلام المجعلص الكبير ده اللي هي بيبقى فيها فيجن وميشن واستراتيجيك اوبجكتيف وكلام من ده، وتاخده بقى تبدا تطوعه على اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله في الجزء بتاعك، سيتنج جولز اند اوبجكت في الاداره بتاعتك لو انت مدير قسم او مدير اداره، في المصنع بتاعك لو انت عندك مصنع، في الشركه بتاعتك، في كل ده. لازم يا جماعه نصيحه، اول حاجه تعملها ان انت تقعد تشتغل على الجولز والاوبجكتيفز بتاعتك. دي رقم واحد. يبقى ايه اول حاجه؟ سيتنج جولز اند اوبجكتيفز. طبعا لا، احنا ممكن نقعد نتكلم كتير قوي على، انا مش عايز بس اطول قوي عشان، لكن كلمه جولز اوبجكتيف دي تحتها يا جماعه خطوط كتيره قوي وعلم يعني، ويعني ايه اوبجكتيفز، ويعني ايه الاوبجكتيف دي تكون سمارت objectives، تكون specific وتكون achievable وتكون measurable، قابلة للقياس وقابلة للتنفيذ، ويعني ايه SWOT analysis، يعني في حاجات كتيرة مرتبطة. بس انا طبعا مش عايز ان الوقت كده هيطول قوي، فخليني اكمل بقية النقط، وبعدين يمكن في مناسبات تانية نطور شرح ونخش in depth يعني. طيب رقم اتنين. رقم اتنين انا هسميها ايه؟ are and ours. الار اند ارز، يعني ايه الار اند ارز؟ الار اند ارز ديت اللي هي مرتبطه بالرولز اند ريسبونسابيلتيز. الرولز اند ريسبونسابيلتيز يعني ايه؟ الرولز اند ريسبونسابيلتيز يعني انت عندك اشخاص بتديرها، صح؟ الاشخاص دول لازم تكون عارف انت محتاج كام. محتاج خمسه ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه. طب لو مشينا اتنين، طب الاتنين دول بيعملوا ايه؟ طب الناس اللي موجوده دي موجوده فين؟ كل الكلام ده مفيش مدير ينفع الا فاهم كده. رقم اتنين رولز اند ريسبونسابيلتيز. فوانت تاني لو انت شغال في اي منصب قيادي او مانجيريال بوزيشن، روح بكره بعد ما تحط الاوبجكتيفز ابدا حط بقى عندك، اعمل اورجانيزيشن تشارت وابدا تشوف الناس وايه اللي انت محتاجه وايه اللي مش محتاجه والناس دي المفروض بتعمل ايه، وحط الريسبونسابيلتيز بتاعتهم. ده طبعا الشغل بروفيشنال عشان تبدا تبقى مدير ناجح. طيب النقطة رقم ثلاثة، في what the manager should do، أي manager مفروض يعمله. النقطة رقم ثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هي set the plan. مدير يا جماعة يعني حد قاعد يخطط، يعني حد دايما خد الرؤية بتاعته وبدأ يحطها في هيئة خطط، خطط تنفيذية، خطط تشغيلية، برامج زمنية، ميزانيات، كل ده اسمه خطط لازم تعملها. ولازم وكارثة بقى لو انت لسه معتقد في ان الكلام ده مالوش لازمة وكده. يمكن طبعا عشان الناس ما بتعملوش بطريقة practically، فبدأت ياخد سمعة، بعض المجالات دي بدأت تاخد سمعة سيئة. لكن يا جماعة اللي فاهم الكلام ده، يعني فكر كده، الناس اللي طلعت القمر والناس اللي وصلت مش عارف فين والناس الناس دي، ما يعني الكلام ده ما ينفعش في العصر بتاعنا ده لسه تقول هو الكلام ده ليه لازمه ولا لا. الكلام ده مهم جدا وليه لازمه جدا، واللي بيفرق عن كارفور مثلا وحماده البقال هو الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. وخلي بالك برضو في كل مجالات، حتى في الهندسه في حماده البقال وفي كارفور. فلازم تكون عارف ازاي الناس بتبني مانجرز في الشركات، صح؟ فلازم يكون في عندي دايما خطط، سيت ذا بلانز. طيب النقطه رقم اربعه، اللي هي مانج ذا ورك تو اتشيف اوبجكتيفز. ده مهم قوي. انت بقى مدير
عشان تبقى مدير ناجح انا لازم اعرف ان الـ 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 الهدف من اللي انا بعمله ان انا عندي objectives لازم احققها، تمام؟ زي بقى ما لازم تحقق ده هيطلب منك شويه حاجات مهمه جدا جدا هنتكلم عنها برضو ان شاء الله بعدين. يعني من ضمنها مثلا ان ازاي تدير الناس، اداره الناس دي حاجه صعبه جدا. في حاجه اسمها مانج بيبل باي اوبجكتيفز، تدير الناس بالاهداف، بس اداره الناس بالاهداف ما بتنجحش مع كل الناس. في ناس تاسك اورينتد، لازم تعرف ان هم لازم هيداروا بان انت تديهم تاسك وتبدا تتابعه لغايه ما يخلص. وفي ناس لو عملت معاهم كده انت وهم هيفشلوا، لازم تديهم هدف بعيد وهو هيخلصه، هو ده طبيعته وهكذا. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. يبقى manage the work to achieve objectives اللي هي احنا طبعا اتكلمنا عليها فوق، اللي هي setting goals and objectives. طيب دي نقطة رقم 4. النقطة رقم 4 برضو هدخل معاها ان وانت بتmanage the work to achieve the objectives هتدخل معاها الكنترولز. كنترولز تحكم، ازاي احنا بنتحكم في كل حاجة بتحصل حوالينا. انا عايز بس يا جماعة قبل ما نكمل، احنا ان شاء الله المحاضرة هيبقى وقتها ساعة ونص، فان شاء الله احنا دلوقتي عدى ساعة، فان شاء الله بعد نص ساعة هنخلص، عشان برضو اللي عايز يرتب اي حاجة يبقى عارف ان احنا هنخلص امتى. النهاردة ان شاء الله وان شاء الله اخر برضو المحاضرة هنعمل تصويت على ان الكورس يبقى قبل الفطار، لان انا عندي في اليوكي المواعيد مختلفة عن البلاد التانية. فان شاء الله نحاول، لو انتوا هعمل تصويت هقول لكم ميعاد كده بعد ما في اخر المحاضرة، يبقى قبل الفطار بتاعنا كلنا، يعني قبل الفطار عندكم في مصر وفي الخليج، وفي ناس من تركيا وفي ناس في اليوكي. فهقول لكم على موعد كده لو نعمل عليه تصويت، لو حبيتوه او الماجوريتي ايدوا ممكن ننقل الموعد، لان عارف ان في عند بعضكم الوقت متاخر قوي دلوقتي بالذات الناس اللي في الخليج. طيب نكمل بقى. ف يبقى احنا قلنا وات ذا مانجر شود دو، يبقى بيحط الاهداف رقم واحد. تاني حاجه الار اند ارز، بيحط الاورجنايزيشن ويحط المسؤوليات بتاعت كل حد موجود في المنظومه عشان يبقى عارف كل واحد بيعمل ايه وكل واحد اهميته ايه وكل واحد الريسك بتاعه لو مشي ايه. وده مهم جدا في الفترات اللي زي اللي بيحصل دلوقتي ده، بتيجي مثلا تفكر تعمل كوست اوبتمايزيشن، تمشي مين وتخلي مين، لازم يكون عندك ريسك اناليسز لكل بوزيشن عندك في المنظومه. النقطه رقم 3 ان انت يبقى عندك خطط واضحه لكل حاجه بتعملها، كل حاجه متخطط لها، كل حاجه مدروسه. والنقطه رقم 4 manage the work to achieve objectives، زي ما اتفقنا ان انت بتدير المنظومه وبتعمل كنترول على الشغل بتاعك. اخر نقطه بقى النقطه رقم 5 اللي هي بقى ايه، celebration. افتكر ان انا لازم انجز واخلص واقفل الموضوع، يعني دايما انجازك وقدراتك على الانجاز بتتختم بان انت خلصت الانجاز ده واحتفلت بيه وقدرت الناس اللي اشتغلوا معاك فيه ووصلنا بالبرودكت او سيرفيس بتاعتنا للساتسفاكشن للي حواليا. فدي النقطه رقم 5. تمام، يبقى هم دول الخمس نقط اللي انا كنت عايز اتكلم عليهم في what the manager should do. طيب نرجع تاني بقى للبرزنتيشن بتاعتنا. انا هحاول اجيب السكرين تاني. تمام، يبقى ده كده وات ذا مانجر. اني مانجر ده يا جماعه مش بروجكت مانجر، انا شرحته من شويه، ده الخمس نقط دول اي مانجر، انت مدير في اي حاجه، مدير سوبر ماركت، مدير مطعم، مدير مستشفى، مدير مشروع، كله تبدا تفكر بيه. ده كده يسموها المايند سيت. المايند سيت بتاعك هو الخمس حاجات اللي انا شرحتهم من شويه لو انت مدير. طيب نخش على النقطه اللي بعد كده. ده طبعا الكتاب ده لو حد لسه يعني ما قراهوش، نصيحه يعني من القلب، يعني لازم تقراه. كتاب مشهور جدا لكاتب اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي عمل مجموعه من الكتب، ده من اشهرها اسمه 7 هابتس فور هايلي افكتيف بيبل، هيفيدك جدا بالذات لو انت بتشتغل في مراكز قياديه. ستيفن كوفي قال لك ايه؟
قال لك ان الناس اللي هو طبعا عمل الكتاب ده موسوعه، الكلام ده الراجل ده قعد سنين يحضر في الكتاب ده، فكتاب مش مجرد واحد قعد في اوضه قفل على نفسه وقعد يكتب روايه يعني، ده كتاب متكلف قوي قوي يعني. يعني بصراحه نصيحه تاني، وموجود بالعربي وموجود بالانجليزي وموجود فري على الانترنت يعني، مش ما فيش اي مشكله خالص. بس حاول تقرا الكتاب، ما تحاولش تتفرج على الحاجات المختصره، لا الكتاب ده بقول لك ثروه، حاول تقرا. المهم ستيفن كوفي بدأ يدرس الناس اللي هي المشهورة، الناس الإفكتيف، الناس اللي هي وبدأ يشوف الناس دي إيه هو البيهيفير بتاعها، إيه هو سلوكها، إيه هي الهابتس بتاعتهم. فلقى سبحان الله إن هم كلهم مشتركين في السيفن هابتس دول، كلهم بيعملوا أو بيفكروا أو المايند سيت بتاعهم بيتحرك بالشكل اللي هو حطه في الكتاب ده في هيئة سيفن هابتس. تمام؟ طبعا انا مش هقدر، ده الكتاب ده عايز لوحده 5 كورسات عشان يتشرح، انا بس يعني همر عليهم كده مره سريعه عشان نقدر نكمل اللي احنا عايزين نقوله النهارده. فاول طبعا اتكلم على ازاي انت تبقى برو اكتف، يعني تبقى ازاي سباق، ازاي بتفكر في بكره، ازاي بتعمل بلاننج وهكذا. النقطه رقم 2 قال لك ازاي ما تيجي تفكر ازاي تبدا من الاخر. يعني بص دايما كده زي كده الناس اللي بتلعب مثلا جولف بيبقى الكره قدامه لكن باصص على الهول، باصص على الهدف. ستارت وذ ذا اند ان مايند، بص على الهدف وبعدين ابدا شوفها ازاي هتروح للهدف. عشان كده لو تفتكر في السلايد اللي فاتت لما قلت لك وات از ذا مانجر شود دو، اول حاجه قلت لك ايه؟ حط الهدف، حط الاهداف، عشان هتبدا من الاهداف وتبدا تتحرك ليها بقى. يبقى انا عارف انا رايح فين، انا مسافر اسكندريه رايح المكان الفلاني، عرفت الهدف هبدا اتحرك بقى واعرف اشوف الطريق الافضل وهكذا. رقم 3 الاولويات يا جماعه مهمه جدا، علم الاولويات. Put first things first. ترتيب الاولويات ده كارثه بيمر بيها كتير قوي من الناس، وازاي يعرف يضيع وقته كويس قوي لانه ما بيعرفش يحط الاولويات. Put first things first. طيب النقطه رقم 4 اللي هي بص اللي الناس اللي وصلوا لها بتجرد بقى، ما ولا ليها نزع ولا ديني ولا ثقافي ولا سياسي. فعلا حاجه لازم كلنا نفكر فيها بغض النظر عن النزع بتاعك، اللي هي الوين وين. الوين وين يا جماعه، لما تعوز تعمل اي حاجه فكر ازاي كلنا نكسب. اوعى تفكر انا هكسب ازاي، لا غلط جدا. هكسب ازاي وازاي اكسب اللي حواليا، ازاي هنجح وانجح اللي حواليا. يو هاف تو لو انت بالذات مانجر اوعى تنسى دي. ثينك وين وين win win. لان في كتاب كنت قريته زمان بيقول لك nothing called win lose، يعني اللي فاكر ان هو يقدر يكسب ويخسر الناس ده اصلا غلط. احنا كلنا بنخسر، حتى لو انت ظاهريا باين ان انت عملت win lose، انت فعليا عملت lose lose وانت مش واخد بالك. فاذا يا اما win win يا اما lose lose. طيب النقطه رقم 5 seek first to understand then to be understood. يعني اسمع الاول قبل ما تقعد تتكلم، يا عم اسمعني بس الاول، يعني الاول نحاول الاول نفهم قبل ما نحاول نفهم اللي حوالينا. افتكر دايما الجمله دي لانها جمله ذهبيه. seek first to understand then to be understood. الاول معلش الاول اسمع وبعدين ابدا اسمعك. طيب نقطه رقم 6 السينرجايز او السينرجي اللي هي باللغه العربيه التآزر، يأذر بعضكم بعضا. فالتآزر ده ان احنا ما بنشتغلش لوحدنا، احنا ما بنعيش لوحدنا، احنا كل حاجه فيها جماعات، فيها تيم. فالتيمز ديت لازم تبقى فيها سينرجايز. السينرجايز ده بيضخم وبيعظم المنفعه، فده هو السينرجايز. ده لازم يكون فكرك دايما انت بتعمل سينرجايزيشن. تمام؟ طيب النقطة الأخيرة بقى sharpen the saw إن أنت زي ما أنت عارف عشان ننشر الخشب لازم أو نقطع حاجة لازم نسن السكينة، نسن المنشار عشان يقدر ينشر معانا صح. ترتيبات سن المنشار دي مهمة جدا كنوع من أنواع الهابتس اللي محتاج كل واحد يعرفها. تمام؟ فأنا زي ما قلت لك كده، بس أنا يعني لو جه وقت تاني ان شاء الله ممكن نرتب لها كورس تاني نتكلم بس على السيفن هابتس. طيب بسرعه بقى هروح على المنهج بتاعنا. احنا قلنا يعني ايه بروجرام. البروجرام
او البرنامج هو مجموعه من المشاريع المرتبطه ببعضها. فلما تقرا كلمه بروجرام في كتاب مانجمنت ما تقولش اه ده برنامج كمبيوتر ده برنامج ده، لا، هو في كتب المانجمنت البرنامج هو مجموعه من المشاريع المرتبطه ببعضها، جروب اوف ريليتد بروجكتس بيداروا مع بعض. ده كده فكره البروجرام. اما البورتفوليو هو عباره عن ايه؟ عباره عن سنترلايزد مانجمنت تو اتشيف استراتيجيك بزنس جولز. فلو انت عندك منظومه وفيها مشاريع وفيها برامج يبقى انت محتاج تكون بورتفوليو مانجر لو عايز تدير المجموعه من المشاريع والبرامج ديت، لان هم كلهم خلي بالك فكره بورتفوليو مش يعني مؤسسه بتدير مؤسسه، لا، انت بتدير الاستراتيجيك بزنس جولز اللي في المؤسسه، ممكن مؤسسه ضخمه جدا وبالتالي فيها كذا بورتفوليو، فانت بتدير الاستراتيجيك بزنس جول. شوف بزنس جول عايز بورتفوليو مانجر، والبزنس جول ده عشان يتحقق محتاج برامج ومحتاج مشاريع، فهو ده فكره البورتفوليو. البورتفوليو يعني مثلا لو انا قلت لك ايه، ان احنا مثلا نتكلم على مثلا مستوى وزاري مثلا عايزين نطور منظومه التعليم، ده يعني حاجه مبهمه شويه، فعايزه تحط لها استراتيجيك بزنس جولز عشان تبدا تتحقق. طيب الراجل اللي هيطور منظومه التعليم دوت هيحتاج مثلا يطور السوفت ويرز وهيعمل برامج وهيعمل، فدي ممكن تكون عباره عن مجموعه من البروجرامز ومجموعه من المشاريع. فانا عايز بقى الراجل اللي في دماغه ازاي اطور التعليم كله على بعضه ده يبقى قاعد متفرغ لاداره الفكره دي كلها، فده اسمه البورتفوليو مانجرز. وهيجيب واحد بقى عشان ما يجي يعمل التطوير السوفت ويرز اللي هيبدا الطلبه تتعلم عن بعد، وهيبدا يجيب واحد يدير مش عارف ازاي يطور المهارات السلوكيه للطلبه وهكذا. إذن فكرة البورتفوليو هي إزاي تعمل centralized management to achieve the strategic business goals اللي أنت بتحطه كمؤسسة. طيب الحتة دي أو الجراف ده يا جماعة مهم جدا، عايز أشرحه برضو لأن الحاجات اللي مش سهل تقراها في أي كتاب يعني. اللي هي إيه؟ هو طبعا الجراف ده موجود في البيمبو جايد الإصدار الأخير. الجراف ده بيتكلم على حاجة مهمة جدا، بيوريك الراجل اللي في المراكز القيادية أو الناس اللي في المانجيريال بوزيشنز والشير هولدرز والدايركتورز واتيفر اسمهم إيه بقى في الشركات بيفكروا إزاي. واحد يقول لك يا عم طب أنا مالي بيفكروا إزاي؟ لا، ما أنت في الآخر أنت خلي بالك، أنت لو أنت بروجكت مانجر اللي هو موضوعنا في الكورس ده، أنت حلقة وصل خطيرة جدا، أنت حلقة وصل ما بين الناس دي وما بين التيم وما بين الستيك هولدرز اللي بيرتبطوا معاك بالمشروع. فلازم تكون فاهم المنظومه دي بتتحرك ازاي، لو مش فاهمها هتاثر شويه على قدراتك الاداريه في الشركات. تمام؟ طيب تعالى بقى نتكلم عنها بسرعه كده برضو مش هناخد وقت كبير، بس نتكلم عنها. هو حط هنا لو انت شايف عباره عن اربع دوائر، واحده مكتوب فيها الاستراتيجي، واحده مكتوب فيها البورتفوليو اللي هي الفاليو ديسيجن، واحده مكتوب فيها البروجرام and projects، واحده موجود فيها الاوبريشن بزنس فاليو رياليزيشن. ف انت بتبدا بالاستراتيجيه، الاستراتيجيه بتاعتك في استراتيجيه بتتحرك في المؤسسه، فهمنا يعني ايه استراتيجيه شويه، ممكن طبعا نشرحها بعد كده اكتر. الاستراتيجيه اللي انت حطيتها ديت لازم تبدا تطلع منها حاجه اسمها فاليو ديسيجنز. فاليو ديسيجنز يعني ايه؟ يعني مثلا انت عندك استراتيجيه ان انت توفر رغيف العيش للناس، استراتيجيه. طب حطها كده وبعدين ما توفرها ازاي يعني؟ لا، عايز بقى احط فاليو ديسيجنز هتبدا تتاخد. الفاليو ديسيجنز ديت هيبدا يطلع منها البروجرامز اند بروجكتس. ممكن نعمل مشاريع مثلا، نعمل مخابز في المحافظات. مخابز تبع مثلا الهيئه او الجهه اللي هتعمل اللي تشتغل على الاستراتيجيه ديت. فاذا انا بقى عندي استراتيجيه، وبعدين الاستراتيجيه دي طلعت منها الفاليو ديسيجنز، وبعدين الفاليو ديسيجن دي هبدا احط فيها ايه المشاريع والبروجرامز اللي انا هعملها، وبعدين في الاخر بقى هبدا ادور المخابز ديت عشان تطلع البيزنس فاليو رياليزيشن، ان الناس في الاخر يبقى متوفر عندهم رغيف الخبز. فمهم قوي تفكر في الطريقه الاستراتيجيه ديت. يعني مثلا لما نقول الكورونا فيروس، اكيد الدول كلها قعدت وحطت الاستراتيجيات اللي هنبدا نتعامل بيها مع الكورونا فيروس.
تمام، وبدأ يحطوا بقى الفاليو ديسيجنز، القرارات اللي هنبدأ نشتغل بيها، ازاي نحد من انتشار المرض، فده اكيد هيكون احد الفاليو ديسيجنز، الحد من انتشار المرض، ازاي هنوفر لاعداد الناس المصابين اماكن العلاج، يبقى ده فاليو ديسيجن. تخيل معايا؟ طيب نمسك واحد ديسيجن منهم ونبدا نخش على الدايره اللي بعده، اللي هي ايه؟ اللي هي ازاي بقى، ازاي هنبدا نعمل مثلا اماكن تستوعب الناس اللي هتصاب بالفيروس. هيبدا بقى يحط المربع اللي بعده، يبقى هنعمل مثلا مشاريع او ناخد مباني فاضيه، ونبدا المباني الفاضيه دي نحولها مثلا لمنطقه حجر صحي، فيبقى انت كده قاعد تعمل بروجكتس وقاعد تعمل لغايه ما يتحقق فعلا ان انت بقى عندك اماكن الحجر والناس بتروح فيها وبتتعالج الحمد لله وبتطلع، يبقى انت كده نفذت البيزنس فاليو رياليزيشن. تمام؟ طب ده كده الاربع مربعات. بص بقى في اسهم في النص كده، ايه الاسهم دي؟ تعال نشوف كده. بيقول لك ايه؟ الديسيجن بيروح يعمل لك البروجكت اند بروجرام ويديك ريزلت ديليفري. الريزلت ديليفري ممكن تروح تبدا تطلع لك ديسيجن جديد او فاليو جديده تبدا تضيفها على الاستراتيجيه بتاعتك. فعشان كده في هنا سهم راجع. وبعدين البيزنس فاليو ريلايزيشن بيرجع تاني يحقق لك الاستراتيجيه بتاعتك، يقول لك خلاص الاستراتيجيه دي او البند ده في الاستراتيجيه خلص، ممكن ننقل على اللي بعده. تمام؟ فده مهم جدا يا جماعه. طيب نيجي نتكلم على، طبعا النهارده هو يا جماعه كل المحاضره انترودكشن وكلها تعريفات وكلها ترسيه مبادئ، فمعلش استحملوها شويه، لكن هي مهمه جدا في ترسيه المبادئ ديت، عشان بعد كده بقى تنطلق تقرا كتب، تحضر محاضرات، تلاقي نفسك عندك فاونديشن قويه قوي تستقبل بيها الكلام ده بسهوله، يعني زي ما قلنا في الاول. طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا في اداره المشاريع يسموها المعوقات، البروجكت كونسترينز. هو ايه اللي هيبدا يمنعني من نجاح؟ ايه اللي يعيقني ان انا انجح؟ ما ننجح، ايه المشكله؟ ما انا شايف العالم قدامي هروح اجيبه لك، ايه المشكله يعني؟ فلا، في معوقات. البروجكت عنده كونسترينز بيتولد بيها للاسف، يعني هي مش يعني انت اي مشروع بيتولد بالمعوقات ديت كده بيلت ان معاه. ايه المعوقات دي؟ كانوا زمان بيسموها تريبل كونسترينز، لان هي كانت منحصره على ثلاث معوقات رئيسيه، لكن في الاداره الحديثه لا، يعني هم بقتش تريبل، بقت مجموعه كبيره من الكونسترينز بدات الناس تبدا تفكر فيها كلها مع بعض. طيب ايه التريبل كونسترينز او الكونسترينز عامه؟ اول معوق عندي في اي مشروع الزمن. انا لما اجي اعمل اي مشروع ما ينفعش اقول لك احنا عايزين نعمل كوبري وخلصوا زي ما تخلصوا 100 سنه 200، مفيش حاجه اسمها كده. اقول لك لا، انا عايز اعمل بروجكت في سنتين، الكوبري في سنتين، عايز اعمل الابلكيشن بتاع الموبايل في 6 شهور، عايز اعمل الويب سايت في اسبوع، عايز اعمل وهكذا، عايز ابني العماره بتاعتي في سنه عشان ما ادي عقود مع الناس وهكذا. اذا كل مشروع ليه تايم كونسترينت. بص انت كده متكتف بالوقت، والتكتيفه دي معوق، يبقى انت لازم تخلي بالك من. طب واحد يقول لك يعني المعوق ده يعمل يعني؟ ايوه، ما انت ما عرفتش تخلص في الوقت، ممكن المشروع يتسحب منك، ممكن المشروع يطبق عليك غرامات تاخير، ممكن المشروع يفشل، ممكن يتفن، يعني لا، معوق هيعمل لك مشكله. فلازم تدرس المعوقات كويس عشان تقدر تعالجها وتتعامل معاها. يبقى ده اول معوق اللي هو ايه؟ التايم والسكادجول. طيب ايه المعوق الثاني؟ اي مشروع ليه ميزانيه، ليه ما فيش مشروع يقول لك ايه اعمل مشروع وان شاء الله يتكلف 50 مليار، لا طبعا، كل مشروع ليه ميزانيه ما ينفعش يخرج عنها. فاذا انا متكتف تاني بالتكلفه بتاعه المشروع، متكتف تاني بالميزانيه بتاعه المشروع، فده معوق خطير جدا. طب ايه ثالث؟ الكواليتي الجوده. انا خلاص ماشي هعمل المشروع واخلصه في الوقت وبالبادجت، بس الجوده زي الزفت، مش هينفع، المشروع مش هيتقبل، المشروع هيتعاد تاني شغل اللي فيه المشروع. فاذا الجوده من المعوقات اللي هتقابلك في المشروع. طيب قبل ما اكمل بقيه المعوقات، هقول لك على قصه مهمه جدا هنعرف منها وناخد بالنا منها. يعني يا جماعه دايما بقول ايه، العلم ليفلز، يعني انت ممكن تكون عارف المعلومه في ليفل 1، هي نفس المعلومه تعرفها في ليفل 2 وليفل 3 وليفل 4، فكل ما فهمت المعلومه بشكل ادق وشكل اقوى وتطبقتها كل ما ارتفعت بالليفل. هقول لك على المعوقات دي بطريقه جميله جدا هتخليك توصل لك ان ديبث بشكل قوي قوي.
كان في احد المحلات اللي بتصلح سيارات في احد الدول، تمام، و يعني عندنا هنا في اليوكي او في اوروبا، يعني لما شركه بتعمل اعلان او تعمل لازم تنفذ اللي في الاعلان ده، والا ممكن تتقفل المكان ده، يعني ممكن تعاقب قانونيا يعني. فكان في ورشه تصليح عربيات، الراجل كاتب على اليافطه ايه، احنا في منطقه كذا، منطقه اللي هي فيها الورشه ديت، احنا في المنطقه يا جماعه ديت، وي ار ذا فاستست، احنا الاسرع. ايه ده، حلو قوي، يعني انت هتودي عربيتك عنده هتبقى تصلح اسرع من اي مكان تاني في المنطقه ديت، هو بيضمن لك كده يعني. وراح رقم اتنين، مش بس كده، قال لك وي ار ذا لوست كوست، يعني انت لو هتصلح العربيه ديت مثلا فيها كبالين مثلا، احنا ارخص ناس هتصلح لك الكبالين بتاعت عربيتك. الله، ده ممتاز. مش بس كده، قال لك اند وي ار ذا هايست كواليتي ان ذا اريا، واحنا احسن ناس بنطلع جوده في. الله، ده انت الراجل ده بيضمن لك، بيضمن لك ان هو يخلص لك اسرع واحد، وبيضمن لك ان هو اقل تكلفه، ويضمن لك ان الجوده هتطلع زي الفل. ايه ده، ده انت هتودي له العربيه وانت مغمض. ما هو لو الكلام ده مش مظبوط، او لو اكتشفت ان ممكن تقفل له المكان، فهو يعني ده مغمض وتودي له عربيتك. الله، بس عشان الراجل ده ذكي جدا وعارف ان الجمل دي ممكن توديه في داهيه، لان هي صعب جدا تحقيقها، كتب تحت كده بخط صغير ايه، بيك اونلي تو، بيك اونلي تو، يعني اختار بس اتنين. بص بقى العمق، بعمق اللي جاي ده بقى في اللي انا في الجمله دي، بص العمق معناه ايه، ان انت لو عايز عربيتك تخلص بسرعه وبتكلفه قليله، ما تسالنيش بقى على الجوده يا عم، لان انت بيك اونلي تو. لو عايز عربيتك تخلص بجوده عاليه ورخيصه، سيبني بقى خلص، ما تزنونيش في الوقت. لو انت عايز عربيتك بجوده عاليه وتكلفه والسرعه، لا ادفع بقى، يبقى ده هيكلفك قد كده. فاذا الجمله العميقه اللي الراجل كتبها بيك اونلي تو، بتوريك قد ايه الكونسترينتس ديت مرتبطه ببعضها، وده التحدي يا جماعه. على فكره يعني لما تسال اي حد مانجر محترف تقول له ايه التحدي، يقول لك هي مشكله الكونسترينتس مع بعضها، ان انت ازاي تخلص في اقل وقت وباقل تكلفه وباعلى كواليتي. لا، مفيش حاجه اسمها كده، لازم دايما تيجي على حاجه قصاد حاجه، تيجي على حاجه قصاد حاجه. وبالتالي بقى هنا بيجي بقى مهاره البروجكت مانجر، هو هيجي على ايه قصاد ايه. هي بقى دي مش صح وغلط، دي عايزه مهاره عاليه جدا عشان تعرف هتيجي ايه على حساب ايه. يعني في بعض المشاريع ممكن نيجي على التكلفه، لان مهم جدا عندي الوقت والكواليتي. في بعض المشاريع بنيجي على الكواليتي، لان اهم حاجه عندي الوقت والتكلفه، مهم جدا في بعض المشاريع، وهكذا. فاذا التريبل كونسترينت دي عايزه حاجه بيسموها البالانس بتوين كونسترينتس، او ازاي توازن ما بين الكونسترينتس بتاعتك، بحيث ان هي عامله زي البالونه، البالونه دي لما بتضغطها من حته هتفرقع من الحته الثانيه، وما عرفتش تمسكها وترجعها ثاني. طبعا بيجي بعد كده مجموعه من الكونسترينتس الثانيه، زي ايه؟ زي الريسك طبعا، المخاطر اللي ممكن تقابلك في المشروع تتعامل معاها ازاي، زي الكاستمر ساتسفاكشن، عندك كلاينت مقرف ورخم وما يقبلش الحاجه بسهوله وكل شويه يغير، طب ما ده تتعامل معاه ازاي؟ هو ده كونسترين، ده ممكن يدمر لك النجاح بتاعك، وهكذا. اذا دي كلها اسمها الكونسترينز اللي انت بتبدا تشتغل عليها كبروجكت مانجر. وعايز اقول لكم بصراحه ان فعلا من ضمن الحاجات اللي بتنجح بروجكت مانجر وتفشله، هو فهمه وتعامله مع المعوقات او البروجكت كونسترينتس. طيب دي اخر حاجه هبدا اتكلم عنها النهارده، اللي هي لو انا بعمل بروجكتس يا جماعه، لازم اكون عارف هو ايه الاهداف اللي بيتعمل على اساسها ايه مشروع، واحنا ليه بنعمل مشاريع. ما انت لو مش عارف احنا بنعمل مشاريع ليه، مش هتبقى فاهم يعني ايه اوبجكتيفز، ولو مش فاهم يعني ايه اوبجكتيفز، يبقى عيد بقى الجمله اللي قلتها في الاول، انت دمرت فكره المانجمنت كلها من اساسها يعني. لا، فانا لازم اكون عارف ان انا بعمل مشروع لسبب، فلازم اعرف السبب ده عشان اقدر اشتغل على الاوبجكتيف والاوبجكتيفز بتاعته. كده واحد يقول لك يا عم معروف، انا بعمل مشروع عشان اكسب فلوس. في الحقيقه ده احد الاسباب طبعا، بس مش هو ده السبب الرئيسي يا جماعه، في اسباب كتيره جدا تانيه بتخليك تعمل بروجكت. وخلي بالك انت مين،
يعني انت مش بس مقاول او اي حد، اي حد بيعمل بروجكت لازم يفكر الاستراتيجيه بتاعته هتبقى عامله ايه او ايه الهدف منها. تعال نشوف كده، نمر على ال الاوبجكتيفز. طبعا في ناس رفع ايديها يا جماعه وفي ناس عايزه تتكلم، فانا احنا زي ما اتفقنا، بس انا هخلص ديت وافتح المجال للنقاش اخر 5 دقائق ل اللي عايز يسال سؤال او كده. طيب بسرعه كده هاجي اتكلم على الاستراتيجيه او الاستراتيجيات بسرعه كده. احنا عندنا حاجه اسمها النيو تكنولوجي. لو احنا عندنا تكنولوجي جديده وانا عايز اعمل المشروع عشان يواكب النيو تكنولوجي ده، ده كده نوع من انواع الاستراتيجيات اللي احنا بنبدا نعمل مشاريع على اساسها. في عندك حاجه اسمها الكومبيتيتيف، الكومبيتيتيف فورسز. في حاجه اسمها لا سوري انا كده فتحت حاجه مش هي اللي انا خلاص انا هبدا اتكلم بس عن النقط. في عندنا السوشيال نيدز، مثلا يكون عندنا عايزين نعمل حديقه للناس تتنزه فيها، تمام؟ عايزين مثلا نحل مشكله الكوفيد 19 اللي بتنتشر ديت. عايزين ممكن يكون ليجال ريكويرمنتس، عندك شركه بتقابل مشاكل قانونيه كتيره جدا، فتعالوا نقف وقفه كده ونعمل بروجكت عشان نحل المشاكل او نبقى عندنا سيستم ما يخلناش نقع في كوارث قانونيه، ليجال ريكويرمنتس. بنعمل مشروع عشان في كاستمر جه وطلب منا ان احنا نعمل المشروع. ماركت ديماند، بنعمل مشروع عشان السوق، يعني خلي بالك انت كوفيد 19 ده فتح في العالم افكار كتيره جدا، والماركت بقى ان ديماند، الحاجات ما كانتش موجوده قبل كده كتيره. فاللي ما قدرش يفكر في الحاجات دي يا جماعه يبقى غلطان بصراحه. يعني لو حد بيفكر في بيزنس يبدا يبص على النقطه اللي انا بقول عليها اسمها الماركت نيدز، الماركت او الماركت ديماند. الماركت ديماند او الماركت نيدز ديت بقت دلوقتي موجوده جدا في ظروف موضوع الكورونا ده، وبالتالي الماركت بدا يفتح ابواب لمجالات كتيره لسه ما انتشرتش وممكن تبقى فرص استثماريه للناس بشكل قوي جدا. ممكن يكون المشروع بيتعمل عشان الانفايرمنتال نيدز، البيئه. احنا عملنا مشاريع بملايين عشان بس نحافظ على البيئه لما كنا شغالين في الاويل اند جاز، فممكن نعمل مشروع ملوش اي قيمه غير بس ان هو بيحافظ على البيئه، بيحافظ على ان مثلا نسبه النقص او النيتروجين اللي بتطلع من المصانع تبقى في اقل حد ليها، نسبه الكربون، نسبه وهكذا. فده برضو سبب من اسباب عمل المشاريع. فدي كلها بنسميها الاسباب الاستراتيجيه اللي من خلالها بنبدا نقول انا عايز اعمل بروجكت، وبالتالي ابدا ابني عليها بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه. طيب انا هقف عند النقطه ديت النهارده عشان الوقت، وهبدا افتح باب الاسئله وباب النقاش وباب الوقت. بالنسبه للتوقيت انا هبدا احاول اتكلم مع الشباب بتوع بيم ارابيا يبعتوا لكم على الجروب، يعملوا تصويت على الجروب ان شاء الله بالنسبه للمواعيد. لو عايزين تغيروا الميعاد يبقى بدري، مش اي مانع، فهنديكم الاقتراحات وباغلبيه التصويت ان شاء الله ناخد بيها. يعني دي اول حاجه. دلوقتي بقى نبدا نفتح الباب للاسئله، لو حد عنده اسئله في خلال بس 10 دقائق الجايه نشوف لو حد عنده اي سؤال. شكرا يا جماعه الناس اللي كاتبه تعليقات، شكرا جدا. يعني ان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم حاجه مفيده، ولو مهندس عمر سمعنا يبدا بقى يدير ال جزاكم الله كل خير يا باشمهندس. دلوقتي المهندس الحارس مع حضرتك. تمام. يعطيك العافيه يا باشمهندس. ربنا يكرمك. الله يسعدك يا رب، شكرا كثير على المحاضره الجميله، وواضح ان خبرتك ان شاء الله ممتازه، يعطيك العافيه يا رب. ربنا يكرمك. باشمهندس بدي اسالك هسه، بدي يعني طريقه الحصول على شهاده بي ام بي، واذا كانت شهاده البي ام بي مرفقه بماستر اداره مشاريع، شو المجالات اللي بتزيدها يعني لسوق العمل او يعني بالطريقه هاي؟ تمام.
بالنسبه للشق الاولاني ازاي تحصل على البي ام بي. البي ام بي محتاج ثلاث حاجات. محتاج ان انت يكون عندك باتشلر ديجري او دبلوم في اي مجال اي مجال، وتكون عندك خبره. لو انت عندك باتشلر ديجري بكالوريوس محتاجين ثلاث سنين خبره في الاداره، مش لازم تكون مدير مشروع، ممكن تكون شغال في بروجكت انفايرمنت. رقم ثلاثة لمدة ثلاث سنين أو أكتر. والحاجة الثالثة إن أنت تكون معاك سيرتيفيكت ب 35 ساعة في إدارة المشروعات. إن شاء الله نطلع لكم سيرتيفيكت من الكورس دوت، شوف عدد الساعات اللي إحنا قضيناها وبقية دي تنفعك يعني، وممكن نكمل 35 ساعة في كورس تاني نرتب له بعد كده، ونديكم الشهادات دي تبدأوا تقدموا بيها للبي إم بي، مفيش أي مشكلة. ده بالنسبة للشق الأولاني. لو البي إم بي إزاي مرتبط بالماستر، خلي بالك البي إم بي ديت بشهادة ناس كتيرة جدا، يعني احنا بنقيمها على انها يعني فعلا تعادل زي ماستر ديجري ان بروجكت مانجمنت يعني. فهي شهادة قوية جدا لو اتخذت بعمق، طبعا لو ما اتخذتش بالطريقة التقليدية اللي الناس بتعملها، لو اتخذت بعمق فعلا تعادل ماستر ديجري ان بروجكت مانجمنت. بس هي مش ماستر يعني، الماستر ده حاجة تانية. الماستر ده يعني ممكن تاخد ماستر في جامعة يديك ماستر في بروجكت مانجمنت، وممكن تاخد بي ام بي بتبقى ليها نفس الثقل لو انت خدتها صح يعني. تمام مهندس، شكرا جزيلا. عفوا. الو اتفضل. الاول شكرا جدا يا باشمهندس على المحاضره دي، استفدنا جدا. عايز اسال حضرتك في حاجتين. انا دلوقتي طالب لسه في تالتة مدني، تمام. هل انا عشان اخش مجال المانجمنت لازم اكون متخرج كونستراكشن مانجمنت، يعني تخصص كونستراكشن مانجمنت ولا سيفل انجينيرنج عامه؟ وهل لازم عشان اشتغل في المانجمنت لازم اكون سايت ولا ينفع في مجال الديزاين؟ طبعا اول حاجه ان انت عشان المانجمنت انت اي مجال هتشتغل فيه، وان شاء الله ممكن ارتب لكم في المحاضره الجايه كده وان سلايد للموضوع ده، في جزئين، في جزء تكنيكال في جزء مانجيريال. تمام. التكنيكال بقى سايد ديزاين كل ده تكنيكال. المانجيريال ان انت انت في الاخر يعني ممكن تبقى مانجيريال في مانجيريال بوزيشن في الديزاين، تبقى مدير اداره الديزاين اداره التصميم، فمالهاش علاقه يعني. انت دايما محتاج المانجمنت سكيلز، دايما محتاجها، لان انت في يوم من الايام عايز تبقى بقى مش مجرد واحد تكنيكال قاعد يعمل نفس الشغلانه، او لا عايز ابقى هدير في يوم من الايام قسم، هدير اداره، هدير مشروع. فلازم يبقى عندك المانجيريال سكيلز ديت. والبي ام بي طبعا او اداره المشروعات بتديك النولج والسكيلز ديت. طب باشمهندس اخر سؤال، اتفضل. هو البي ار ام جي مفيده ولا في ناس بتقول بقت لوكال عامه ولا ما خدهاش؟ هي ايه البي ار ام جي؟ البي ام ار جي دي في الاي يو سي دبلومه كده. دبلومه الاي يو سي يعني، دبلومه الاي يو سي انا خدتها زمان على فكره، بتاعت دبلومه الاي يو سي كنت مصر. يعني بصراحه مش يعني شايف ان هي كان فيها ريليتد كتير قوي للماركت يعني، هي برضو كلام اكتره. انا ما بحبش دايما زي ما قلت لك كده يعني، ان شاء الله لما اكمل لكم شرح الكورس تحس ان انا ما بشرحش كلام نظري ولا كلام كتب ولا كلام علم. لا يعني احنا العلم ده ازاي بنشتغل بيه في الواقع يعني. عشان كده لما نبدا ان شاء الله في الفلايت جيرني اللي هبداها المره الجايه بعد المقدمه دي، هتلاقي انا بشرح لك بقى عمليا بنعمل ايه، احنا بنشتغل ازاي فعليا بالعلم ده. فلا انا شايف ان هي يعني هتدفع فيها فلوس كتيره على الفاضي شويه بصراحه يعني. هي طبعا علم كويس، وكلام انا قصدي لو انت عايز تستثمر في حاجه، لا في حاجات تانية ممكن تديك يعني معلومات وعلم افضل براكتيكالي عن الدبلومه بتاعت الجامعه الامريكيه. طيب تمام. هو بقى لازم اكون متخرج من كونستراكشن مانجمنت ولا عادي مدني عام؟ انا هندسه القاهره. لا مدني لا عام ملهاش اي علاقه خالص. احنا ايامنا 97 القاهره كنا مفيش ولا خالص، ولا لي علاقه بمدني ولا كهرباء ولا ميكانيكا ولا انا بيجي عندنا بدي مثلا كورس البي ام بي لمؤسسات صحفيه يعني. المخرج اللي بيعمل فيلم تسجيلي ده بيحتاج بروجكت مانجمنت، تخيل. بديك حتى بديه في مستشفيات الدكاتره، بديه للصيادله. فلا هو الموضوع مش موضوع مدني وعماره وكهرباء، لا هو انت اي حد يقدر
بالعلم ده يدير مشروع. على فكره اغلب الناس اللي بياخدوا مانجمنت في العالم اي تي على مستوى العالم، الناس اللي شغاله في الاي تي، فمالهاش علاقه بمدني عام وكونستراكشن اي حد. خلاص تمام، شكرا جدا يا باشمهندس. عفوا عفوا. عشان سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله خير على المحاضره الرائعه. وياكم يا باشمهندس. يعني السؤال بس سريع، بالنسبه هي القصه بتاعت شكل بي ام بي، لازم اكون 3 سنين خبره في مجال المانجمنت ولا في مجال عموما اللي انا شغال فيه؟ يعني ايه المجال بس اللي انت شغال فيه؟ لان هو مش مجال المانجمنت بس، مجال البروجكتس، بتشتغل في منظومه مشاريع. يعني ما بتكونش مثلا شغال في محل سوبر ماركت مثلا، او شغال سواق تاكسي. بتكلم 3 سنين خبره في مجال هندسه. لا مش مهم حتى هندسه او غيرها، يعني حتى ممكن تشتغل في بنك ويبقى 3 سنين ينفعوا. بتكلم طبيعه الشغل، هندسه بتعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني انت شغال في مشاريع، وغالبا الهندسه كلها مشاريع، كلها بروجكت، فاكيد ينفع يعني. طيب دلوقتي حضرتك قلت ده من ضمن الشروط، ايه اللي هيثبت لمعهد اداره المشاريع ان انا عندي 3 سنين خبره في المجال؟ حلو قوي. البي ام اي راندملي عشوائي بيبدا يختار ناس من اللي بتقدم، تمام؟ تمام. في ناس مش هيختارها، يعني في ناس مش هيطلب منهم اي تحقيق لاي حاجه كتبوها، هياخد بالحاجات مسلم بيها وهتكمل وهتاخد البي ام بي وكلام من. لكن لو انت اتعمل لك حاجه اسمها اوديت، بيختار طبعا بنسبه عشوائيه من الناس اللي بتقدم كل يوم، وبيعمل لها حاجه اسمها اوديت، بس نسبه كبيره، يعني انت 50% ممكن يجي لك موضوع الاوديت ده. فلو عمل لك موضوع الاوديت، انت لازم تبعت له 3 حاجات. اول حاجه لازم تبعت له شهاده البكالوريوس بتاعتك، صوره منها. لازم تبعت له صوره من شهاده الخبره بتاعتك، وتكون ممضيه من الشخص اللي هو وانت في الابلكيشن بتكتب اسمه. يعني ان شاء الله ابعت لكم لينك، انا عامل فيديو ازاي تقدم، بس انت تعرف ازاي الخطوات دي تعملها. والحاجه الثالثه بتبعت له صوره من شهاده الكورس او شهادات الكورس اللي مجمعه 35 ساعه في مجال اداره المشروع. بس تبعت له صور الحاجات دي الاثبات. تمام ماشي، جزاكم الله خيرا. وياكم. باشمهندس عادل استاذنا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. تحياتي يا دكتور وليد، بصراحة يعني بأسجل إعجابي الشديد بالطريقة المبتكرة الجديدة في إلقاء البي ام بي. أنا حضرتك مهندس عادل توفيق المقاولين العرب، دفعة 85 هندسة اسكندرية. أهلا وسهلا. أنا حضرتك كنت يعني أخدت البي ام بي من سنة 98، من أول ما دخلت مصر أيام إنشاء حاجة اسمها المينا شابتر هنا في مصر. تمام. بس كانت لسه على البينبوك بتاع إصدار 96. تمام. واخدتها بعد كده مع اصدار 2000. بس بصراحه يعني بدون مجامله، يعني اول مره بلاقي طريقه الالقاء البراكتيكال، واسجل يعني ان حضرتك بتديها بطريقه جديده. وكان سؤالي بقى ايه، ان كان نفسي الاقي ان حد عمل فورمز ل يعني ابليكابل لمدير مشروع، يبقى معاه فورم يطبق العناصر او الاريا البنبوك اريا على ارض الواقع، يعني مستندات او فورمات جداول معينه يقدر ايه يطبق عملي فيها. لكن احنا لما درسنا ايه الحاجات دي نظري، جينا على مجال التطبيق، احنا عندنا طبعا في الشركه في دوره مستنديه معينه. تمام. هل البنبوك في حضرتك عملت او شفت حد عمل فورمز للتطبيق؟ طبعا احنا عاملين منهجيه كامله، بس المنهجيه ديت بنعملها يعني بتبقى ليتل كاستمايز للشركات، يعني مش للاشخاص. يعني حضرتك لو الشركه مثلا عندك عايزه تعمل منهجيه، احنا بنقدم لك منهجيه متكامله للموضوع، بالفورمز، بالتمبلتس، بالبروسيجرز، بالبروسيس. ان شاء الله اوريكم حاجات ان شاء الله المحاضرات الجايه عمليه الكلام ده بيتعمل. يعني انت يعني ما تيجي يعني الحته دي كنت ان شاء الله نبدا بها المحاضره الجايه. اول حاجه في المحاضره الجايه ان شاء الله هو هنفهم يعني ايه ميثودولوجي، يعني ايه منهجيه، المنهجيه بتتركب من ايه، وهوريك الكومبوننتس بتاعتها بامثله حقيقيه. يعني لما نيجي نمسك المنهجيه، بنقول المنهجيه دي عباره عن بروسيس بتشتغل. احنا مثلا بنعمل بروسيس حاجه اسمها الانسبكشن مثلا بتاعت الكواليتي، بنعمل بروسيس اسمها الكليمز، بنعمل بروسيس اسمها السكادجول مثلا. يعني فكل بروسيس من دول
بيبقى عندي ليها خمس حاجات هتكلم عليهم بس مش عايز الوقت، بس خمس حاجات هتكلم عليهم المره الجايه اللي هم بيسموهم الخمس بيلرز. الخمس بيلرز دول لازم يكونوا موجودين معايا وانا شغال، دول الادوات بتاع دول المنشار والشاكوش بتاعي كبروجكت مانجر وانا شغال طبعا. تمام، فان شاء الله يعني هديكم فكره عنها وان شاء الله. وفي شركات عايزه تطبق الكلام ده، احنا بنعمل المنظومه دي متكامله للشركه كاستمايز للشركات. ده كاستمايز باي ريكويست، مش مفيش حاجه ان جنرال يعني. لا طبعا، اصل الحاجات دي يعني زي ما هشرح لكم برده المره الجايه، انت يعني مقاول او سب كونتراكتور ولا استشاري ولا كلاينت ولا كل واحد بيبقى ليه وشغال في اي، بيشتغل في انفراستراكشر وشغال في خرسانات وشغال في ماتيريال، فالحاجات دي كلها بتفرق جدا في شكل الفورمز اللي بتطلع. بتكلم على اساس على مين كونتراكتور. تمام تمام، انا هحاول اديكم شويه حاجات كده بس يعني ان جنرال، يعني انا هوريكم ازاي الكلام ده بيتعمل لو نماذج بس فور اكزامبل يعني، عشان احاول اديكم شويه حاجات ان شاء الله باذن الله المره الجايه ان شاء الله. والف الف شكر وجزاك الله كل خير. عفوا شكرين فيك. شكرا لحضرتك باشمهندس عادل. دلوقتي باشمهندس احمد، حضرتك عندنا باشمهندس احمد مهندس باشمهندس حضرتك. اهلا وسهلا. كنت جيت في الكورس النهارده سيره لين انجينيرنج، لين كونستراكشن. اللفظ ده انا سمعته هنا في اشغال اليومين دول، بس كنا عايز اعرف المفهوم بتاعه. هل في امكانيه في الكورسات الجايه انك تقوله تعرفه لنا بشكل اكبر؟ طبعا طبعا. باختصار كده، فكره اللين بدات في تويوتا في اليابان، وهي كانت بدات مع الاوبريشن اكتر، ودلوقتي دخلوها في البروجكتس بروجكت مانجمنت، دخلوها كمان في البيزنس كمان، عملوا اللين ستارت اب واللين بزنس ستارت اب. فكره اللين باختصار شديد جدا هي ازاي تدير المنظومه بشكل رشيق زي الاجايل كده، زي الغزاله كده، ما بتعرف تبقى عندها امكانيه المراوغه وامكانيه ده كان فكر الاجايل او فكر المراوغه وفكره الرشاقه كده بيسموها الاجايل. وبعدين بقى جت بقى فكره اللين اللي هي بتريديوس الويست اللي بيحصل، ان انت وانت بتدير في مايكرو مانجمنت بطريقه معينه، بتدير يعني ان ديبث، وفي نفس الوقت بتبدا تعمل حاجه بيسموها ايه، بيسموها ريديوس ويست باي سايكلينج. يعني ايه ريديوس ويست باي سايكلينج؟ ان انا بقعد اعمل سايكلز اتعلم فيها من اخطائي كل شويه بسرعه شديده جدا، وبالتالي اقدر اوصل للاهداف بشكل سريع وقوي. هديك مثال سريع جدا لان هو فعلا الموضوع فعلا مهم، والحته اللي جايه دي هفهمك فيها الموضوع في 3 دقائق. يعني بص هديك مثال عملي. لو انا جيت لاي حد شغال في البروجكتس تمام، وجيت سالته هو انت مشروعك عامل له برنامج زمني؟ يقول لي اه طبعا. انت بتهزر؟ اقول له طيب المشروع بتاعك كام سنه؟ يقول لي 3 سنين. اقول له جميل قوي، يبقى احنا النهارده 2020 2021 2022. اقول له جميل، اقول له كده بص لي كده في البرنامج الزمني بتاعك في 2022 شهر 10 يوم 15، يبقى يوم 15 2022 شوف كده المفروض نبقى هنكون بنعمل ايه في المشروع، تعرف؟ يقول لي اه اوعى. يروح مطلع البرنامج الزمني من بروفيرا ولا مايكروسوفت بروجكت ولا حتى من الاكسل ولا اعتبر هو عامله ازاي، ويبدا يقول لي ده يوم 15/2022 هنكون بنصب سقف الدور الخامس في فيلا رقم 8 في الاريا رقم 6. اقول له ممتاز، انت برافو عليك. عايز بقى اسالك سؤال، او يقول لي ايه؟ اقول له ايه نسبه احتمال، بص السؤال ده مهم قوي يا جماعه ركز فيه، ايه نسبه احتمال ان انت يوم 15/2022 تكون بتعمل اللي انت لسه قايل لي عليه دلوقتي ده؟ ما قاليش 0%، يبقى الراجل ده ما يفهمش حاجه ولا عمره اشتغل. فنسبه هتبقى 0%، لان انا بعد سنتين ولا سنتين ونص وثلاث سنين في اليوم معين اكيد الدنيا هتكون اتغيرت، واكيد هكون بعمل حاجه تانية نهائي. يعني احتمال اللي انا بقوله ده صفر. اذا طب انا لو في حاجه احتمالها صفر يبقى انا بهزر، يبقى انا بعمل برامج زمنيه بنهزر مع بعض مش بنعمل بزنس. قال لك ايه ده، طب ما نعمل ايه؟ فبدا يظهر بقى فكره اللين كونستراكشن. انا مش هعمل، انا طبعا هعمل البرنامج الزمني الكبير قوي ده، بس مش هعمله مفصل قوي كده، لا انا هعمله هاي ليفل شويه، وابدا افصل ايه، افصل عن طريق 2 ويكس لوك اهيد. هعمل بس اسبوعين مفصلين، والاسبوعين دول لما اجي بقى اقول لك الاسبوع الجاي انت هتعمل ايه، وتقول لي اه هعمل كذا، اقول لك اه نسبه احتمالهم كام، تقول لي 90% فعلا، لان الاسبوع الجاي فعلا نسبه اللي انا مخطط له بيتحقق بنسبه 80-90%. واجي بقى الاسبوع الجاي اعمل بقى ايه، تطوير للبرنامج بتاعي
بناء على الاكشوال اللي حصل. تلاقي دايما انت بتتحرك في برنامج زمني فيري فيري رياليستيك. عشان كده ما بيستخدموش بريمافيرا في فكره اللين كونستراكشن، ما بيستخدموش بريمافيرا، بيستخدموا حاجه اسمها الفاست لاست بلانر. اللاست بلانر ده تكنيك تاني خالص، واوريكل عامله برنامج سوفت وير اسمه برايم للناس البلانرز اللي معانا في بيحضروا المحاضره النهارده. دور على برنامج سوفت وير اسمه برايم. برايم ده غير بريمافيرا، ده اللي بيخدم فكره الايه، فكره اللين كونستراكشن مانجمنت. اظن يعني وضحتها شويه قبل ما ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. ان شاء الله باذن الله. متشكر لك جدا. شكرا. عفوا دلوقتي باشمهندس مجاهد. باشمهندس مجاهد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه باشمهندس على المحاضره الجميله الرائعه ما شاء الله تبارك الله. بس انت في موضوع كنت هتكلم عنه اليوم وقفزت عنه ما تكلمت عنه، اللي هو اللايف سايكل تبع ما احنا ما لحقناش، لكن هنتكلم عنه ضروري. الله يكرمك. طبعا الله طبعا اكيد، انه انا في الماستر بتاعي عن اللايف سايكل. تمام. لا ان شاء الله المره الجايه نتكلم عنه ان شاء الله. الله يجزيك الخير. شكرا جزيلا. شكرا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا بشكرك يا دكتور، يعني محاضره جميله جدا، وانا عن نفسي انا استفدت كتير بصراحه. يعني وانا يعني انا كنت عايز اهتم بالمجال ده اكتر، وحضرتك فتحت لي كم تمام. الخط قطع تقريبا. استاذ خالد طب مش انا بصراحه انا الحاجات اللي حضرتك شرحتها النهارده انا في حاجات كتير اول مره اسمعها يعني بصراحه. يعني المشروع كان كبير برضو، احنا كنا ماسكينه بس ما كناش بندور كده. دلوقتي انا لو عايز ادوس في المجال ده، هل ده يخليني ان انا اسيب الديزاين نفسه، وان انا اصلا الديزاين ده انا مجال اللي انا بحبه، هل لو دوست فيه هيخليني ان انا اسيب الديزاين، ولا ممكن امسك العصايه من النص؟ هو المجال المانجمنت زي ما انا قلت ليكم شويه، ان هو مش هيعوقك عن اي شيء. يعني ما يعني لازم تخش فيه، لان انت ان اجلا او عاجلا هتلاقي نفسك عايز تبقى في يوم من الايام بتدير حتى بتدير بيزنس خاص بتاعك، بتدير شركه، بتدير. فلا طبعا يعني مش هيعوقك عن اي شيء. يعني انت بتكمل عادي في الديزاين بتاعك والكلام ده ان باراليل لغايه ما تلاقي الدنيا بقى توجهك في الاخر، بس تكون مستعد، لان انت في يوم من الايام ان شاء الله هتلاقي نفسك هتدير ان شاء الله مشروع، هتدير منظومه، هتدير اداره ديزاين، هتدير مشاريع ديزاين. وما الديزاين نفسه في حد ذاته كستيج او فيز في المشروع ده بيعتبر بروجكت صغير او فيز من بروجكتس اللي بيطبق عليها كل العلم بتاع المانجمنت. بس تمام. في سؤال او في حد بيطلب من حضرتك تتكلم عن تحديثات الاصدار السابع في المحاضره الجايه ان شاء الله. وفي سؤال، ما دور مدير المشروع في العقد ونوع العقد؟ تمام. بالنسبه للاصدار السابع طبعا ان شاء الله نتكلم فيه، بس ده عايز بقى يعني ان شاء الله في وقت المحاضرات بتاعتنا الاربع محاضرات، عايز اركز عشان بس يعني اديتكم المحتوى اللي احنا وعدنا بيه. لكن مفيش اي مشكله خالص، يعني مهندس عمر يرتب لنا محاضرات تانية ونتكلم فيه عادي جدا ان شاء الله. ده بالنسبه للجزء الاولاني. الجزء الثاني، دور مدير المشروع في اختيار العقد ونوع العقد. في نقطه مهمه جدا، البروجكت مانجر على حسب نوع المؤسسة اللي هو شغال فيها بيبقى ليه صلاحيات معينة. تمام؟ يعني هي مش صح وغلط. يعني هو لو الشركة أتيحت أو حطت البروجكت مانجر في الجيرني بتاعتنا من أولها، تمام؟ فهيبدأ يخش في كل المراحل، من مرحلة التسعير الكوست استيميشن لمرحلة التندرينج لمرحلة الأوردينج، فهيبقى انفولفد في الاول. فلو هو انفولفد من المراحل ديت اكيد هيبقى ليه دور كبير جدا جدا يعني في الموضوع. تمام. مع ادارات الشركه المختلفه طبعا، لان كل شركه ليها استراتيجيه وليها بوليسي وليها حاجات بتحكمها يعني. تمام. اما البروجكت مانجر اتعين في بعد الاورد فخلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان يعني. فالراجل هيبدا المشروع من نقطه الاوردنج، نقطه الكونستراكشن، مش هيبقى عنده اي كنترول على اي حاجه حصلت في العقد قبل كده. طيب يا باشمهندس، في سؤال برضو، لمحه بسيطه عن السكريم والكامبان، وهل لهم مسابقه البديل عن الاجايل والبي ام بي؟ بص، البي ام بي بتحاول تطور جدا، وده اللي هيحصل في الاصدار السابع، عشان تبدا
شويه تبقى تدخل الاجايل وتدخل سكرام وتدخل النيو فيتشرز دي. بس هي الموضوع مش مستقبل بديل ولا حاجه. الفكره في ايه؟ الفكره اللي انا شايفه لغايه النهارده بصراحه الميثودولوجيز دي كلها رست علم اداره المشروعات بشكل قوي جدا والمنهجيه بشكل قوي جدا. لكن المنهجيه عشان تبدا تتحرك وتتحط في شكل براكتيكال زي احنا بنعمل كده عندنا في بروجكتس للشركات دي مش هتنفع تتحط في كتب، عشان بس تبقى نبقى واضحين يعني الى حد كبير. او لو اتحطت في كتب هتبقى مثلا عايزه تتعمل 20 كتاب مثلا عشان تبدا تحط المنهجيه المتخصصه. لان انت لو انت خدت منهجيه مثلا، احنا مثلا عاملين منهجيه كامله لاحد الشركات في احد دول الخليج من A to Z، كل حاجه عنده البروجكت مانجر يعني لبن العصفور في المانجمنت بيبقى موجود عنده. عايز يعمل كليم عنده البروسيس، عنده خطوات خطوه خطوه، هيخش الميتنج هيعمل ايه، كل حاجه مكتوبه ومعموله والتمبلتس بتاعتها موجوده. فلو انت خدت الكلام ده كاستشاري وجيت طبقته مش هتنفع، لان مش هتمشي. لو انت مأول تاني جيت خدت مش هت يعني. فالحاجات دي عايزه تبقى يعني فيها نسبه تيلرنج معينه يعني، تمام؟ فانت لو انت فهمت الموضوع كويس ممكن انت تبدا تعمل التيلرنج ده بس، او تجيب حد يا شركه تعمله لك كشركه يعني، شركات تجيب حد يعمل لها الكلام ده مره واحده بس وخلاص، والدنيا بتبقى سهله بعد كده. طيب المهندس احمد توصل مسلم عن حضرتك. اهلا وسهلا. وفي سؤال من المهندسه اسراء بيقول انا بتقول انا لسه مقدمه لاداره المشروعات الهندسيه، فهل في فرق بين اداره المشاريع والبي ام بي واداره المشاريع الهندسيه؟ تمام. طبعا مهندس احمد توصل حبيبي يعني. طبعا. تمام. الفرق ما بين تاني معلش السؤال بتاع، في فرق بين اداره المشاريع واداره المشاريع الهندسيه، اداره المشاريع عموما واداره المشاريع الهندسيه؟ ما احنا زي ما اتفقنا ان اداره المشاريع ككونسبت هي حاجه واحده، هي علم واحد، هي ميثودولوجي واحده. لكن لما تبدا بقى تدخلها في نوع البيزنس، سواء بقى مشاريع هندسيه، حتى المشاريع الهندسيه ما في مليون نوع في المشاريع الهندسيه، هتبدا بقى تعمل لها تيلرنج التفصيل. يعني احنا بنقول ايه، اداره المشاريع دي زي القماشه، انت معاك بقى القماشه، هتفصل القماشه ازاي، بدله ولا فستان ولا، دي بقى التيلرنج او التفصيل بتاعها. فلازم تتفصل شويه شويه على الحاجه اللي انا عايزها.